مساء الخير متابعي قناة شوف تيفي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي اليوم في حلقة غير كل حلقات. معكم أنا سميرة الدودي في برنامجكم حياة الليل. إنما قصتنا اليوم قصة غير، غنرجع بكم شوية النور الوراء وغنذكركم بملف حمزة مون بيبي. شكون منكم ما تابعش قضية اللي أصبحت قضية رأي عام وشغلة الرأي العام وشعلات الفتيل كما كنقولوا حنا في الشارع المغربي وعند جميع المغاربه سواء المقيمين بالمغرب او خارج المغرب، وتابعوا معنا قضيه حمزه مونبيبي. تابعوا القضيه بكل حذافيرها، كل تفصيله صغيره وكبيره في القضيه تابعوها. اختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض، بين محب وكاره، بين مؤيد لهذه الضفه ومعارض لهذه الضفه. انقسم الشارع المغربي بين مصدق ومكذب. القضية أخذت بعد كبير جدا، اهتم بها الرأي العام المغربي وكذلك الرأي عن جميع المواقع الإلكترونية، جميع الصحف، حتى الصحف الأجنبية كتبت على قضية حمزة مونبيبي. ولأول مرة بقناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت من لا صوت له، معي أنا سميرة الدودي حصريا السيد محمد ظهير. مرحبا بك. شكرا جزيلا الأخت سميرة، كنشكرك على الدعوه اللي وجهتيه ليا باش تستضفيني هنا عندك بالاستوديو الجديد نتاع قناه شوف تيفي، قناه صوت الشعب كيف ما معروفه، وسط الراي العام. وبهذه المناسبه كنعاود نقولها، الهدف ما عندنا ماشي كي كيقولوا بعض الاشخاص اللي هو انه نتباهى او نبان في الشاشه الاعلاميه، لا بالعكس، الهدف هو كيف ما ذكرت سابقا هو تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات اللي كانت كتروج من طرف بعض الأشخاص في الكلام اللي كانوا كيروجوا، وإن صح الذكر من بعض القنوات كما قلت. شوف، حتى واحد ما كنقولوا ما خلى حقه فينا، ديما قال القليل قال الكثير، ولكن الحمد لله الحقيقة بدات كتبان بزاف نتاع الامور بدات كتصحح. غنرجع معاك لهاد الامور وغادي نمشي متابعيني الكرام وغنرحب لكم بالضيف المفاجاه لهذه الليله، لاول مره ظهور رسمي على قناه شوف تيفي، عدنان السكين. مرحبا بك على قناه شوف تيفي، والحمد لله على سلامتك وجعلها الله لكم مغفره للذنوب. عدنان مرحبا بك في قناه شوف تيفي، ومرحبا بك عندي انا شخصيا. اعداء الامس احنا اليوم على الطاوله وحده، الحمد لله ما كاين لا عداوه ولا والو. كما قلت قبل ما نبدا اللقاء ديالي، انا اليوم ما معاكم ما ضدكم، انا غنقل اراء الناس اللي قدامي. عدنان مرحبا بك في الدار البيضاء ومرحبا بك في قناه شوف تيفي. الله يبارك فيك اختي سميره، شكرا بزاف على الاستضافه. مرحبا. وحنا زعما جينا اليوم باش ندوزو معاكم باش زعما يبان الحقيقه ديال مرحبا بالف مرحبا. هادشي اللي نقدر نقول لك دابا
ياك. مرحبا بك عدنان. غنرجع لك سي محمد الظهير وغادي نرجع انا وياك شويه للوراء وغادي نتفكروا بعض الامور اللي كانت وقعت في ملف حمزه مون بيبي. بغيت نسمع منك بدايه القصه. اولا بغينا نوضحوا للراي العام واحد المساله بخصوص السميره. اتصلتي بي نهار السبت اكيد بطبيعه الحال، ولك مني لك مني انا هذا انما هذه انا مخليها في الوسط. لا بالعكس، معليش نتمنى انه الاب ديالك يكون كيشاهدنا واكيد هو غادي يكون غادي يكون. فتحيه للاب السيد الاسم ديالو عبد الغني الحاج السيد الحاج عبد الغني ظهير الوالد ديال الاخ محمد ظهير. ذات يوم لربما الانسان يقدر في لحظه غضب يتلفظ بكلمه لربما قد تسيء الى شخص ما، انما انت سيدي الفاضل تبقى في مقام والدي فلك مني كل تقدير واحترام ولك مني اعتذار. ان ذات يوم انا قلت شي كلمه جرحتك فانا كنقولها لك امام الملا، انت انسان في العمر ديال الاب ديالي فلك مني كل تقدير واحترام. وكما قلت انا اليوم ما معاه ما ضده، لربما بالامس انا كنت ضده، انما انا اليوم محايده انقل راي الناس امام الملا. تفضل خويا سي محمد، وكما قلت لك نرجعوا انا وياك شويه للوراء ونبداو القصه من الالف. اخت سميره، الاعتذار من شيم الكبار ومن شيم الرجال. ولكن دموع الوالدين غاليين، وانا شفت دموع الاب ديالك في اخر لقاء ليك ف حز في خاطري يعني شيئا ما يعني. ومن طبيعه الحال شكون الاشخاص اللي كيتضروا ملي كيوقع الابناء ديالهم شي مكروه؟ راه هما الوالدين. راه حاليا باقي هاد التبعات نتاع هاد الملف راه باقي كتجري على والدينا في صحتهم، في الدماغ ديالهم، في الحاله الصحيه ديالهم، الحاله الاجتماعيه ديالهم، لدرجه انهم ما بقوش كيقدروا يخرجوا الزنقه ملي كيسمعوا هذاك الكلام وهذاك الشيء، تولوا الناس كينعتوهم شي اوصاف وداك الشيء. انا كي قلت لك باقي التبعات نتاع هذا الملف باقي كتجري عليهم، كتجري عليهم لحد اللحظه. سي محمد، لحد هذه اللحظه مازال يعني مازال الالم، مازال الجرح، مازال من طبيعه الحال. شوف، بالخصوص ملي كيكون عندك ابناء وكتكون عندك زوجه وكيتعرضوا للاستفزازات، كيتعرضوا للمضايقات، الابناء في المدرسه، الزوجه في المقر العمل ديالها. ولكن الحمد لله مشكورين الاداره نتاع الشركه فين كتشتغل الزوجه ديالي انه قدموا لها الدعم والمسانده زعما، كان دعم وعملوها نفسي. واحد المعامله طيبه. مشكور المدير نتاع الشركه فين كتشتغل، كذلك المدير نتاع المؤسسه التربويه فين كيقراوا الابناء ديالي، اللي في البدايه زعما عانوا الويلات، لانه لدرجه انه الابن ديالي رميسة ما بقاتش كتبغي تمشي للمدرسه لانها تعرضت للسب، تعرضت للشتم في الطريق ديالها من المدرسه للدار، تعرضت زعما شي حوايج. انا ما نقدرش، انا هاد الناس اللي داروا هاد الشيء هذا ما كنعرفش كيفاش اولت لهم نفسهم انهم يديروا في حق يعني واحد الطفله صغيره. يعني اختلط الحابل بالنابل كما تنقولوا حنا، واللي عنده اللي عنده علاقه بالمشكل تكلم، وحتى اللي ما عندوش علاقه بالمشكل حتى هو خشان يفوق كما تنقولوا. غنجي معك لهاد المسائل كلها لهاد الامور. انت ضيفي اليوم على مدار اربع ساعات حتى نعيا وحتى هذا، وغادي نوصل معك حتى تخوي قلبك وتفتح قلبك. بغيت نرجع معك البدايه من الاول خويا سي محمد، بدايه القصه من الاول قبل حتى ان تنفجر هاد القضيه ديال ملف حمزه مون بيبي. بخصوص البداية تاع القصة، كنت بحالي كيف جميع المشتركين في هذا الحساب هذا، أي واحد كيدخل كيتبعه. وديك الوقت بحكم أنني كنتمي للجسم تاع الإعلام. أولا أعتذر، سمح لي أنا ما عرفتش عليكم تشربوا أنساي بما أنك أطولونا. مرحبا بك. نخليو للسحور، تسحروا به. خويا الكويز داتاي وخويا السعدنان حتى هو مرحبا بك. مرحبا مرحبا. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. كنشكرك مجددا على الاستضافة ديالك. أنت ضيفنا وواجب الضيف إكرام. بارك الله فيك. كيف ذكرت لك البداية نتاع هذه القصة هذه السوداء، أنا كنقولها القصة السوداء. علاش كتسميها قصة سوداء؟ لا ما درتنا تكحيلة لوجي. راه قصة سوداء هذه.
صريح جدا، كنحييك صراحتك تبارك الله عليك. فعلا هذه غادي تبقى انكرافي في في في, في, في لو سيرفو ديالي. وكي قلت لك البدايه كانت كجميع المشتركين في هذاك الحساب، بخصوص انني كنت كنتمي للجسم تاع الاعلام، وهو كان كسباق شيء عيناه وشفناه كيعينوا الجميع، كان سباق لنشر الاخبار المتعلقه بقضايا المجتمع. وكنت كندخل حتى انا باش كنشوف وكنستقي المعلومات وداكشي. هكا بدات البدايه. انا كان الاشتراك ديالي في الحساب حتى 2018 الحساب النشأة ديالو. الحساب كان في 2017 نهايه 2017. انا حتى الوسط نتاع 2018 عاد بدا الاشتراك ديالي في الحساب. من بعد بدات محادثات بدايه 2017 هو البدايه نتاع نشأة الحساب هو 2017 نهايه 2017. ولكن انا الاشتراك ديالي في الحساب كان او وسط 2018 عاد انا عرفت هذاك الحساب. ومن بعد كان التواصل كيف ذكرت، انا كان عندي تواصل مع صاحب الحساب، ولكن نوع التواصل اللي كان بيني وبينه متعلق كيف ذكرت لك بقضايا المجتمع، لا علاقه له بهذوك الصراعات ودوك التطاحنات اللي كانوا كيتنشروا عنده. لانني انا لست بمغني، لست بممثل، لست بصاحب رسل برجل اعمال، لست كذا وكذا، راك تعرف القصه. يعني القصه بغينا نسمعوها معك بالتفصيل. اعتذر منك لثواني. متابعينا الاعزاء، كما كتبان عندكم كيظهر عليكم على الشاشه رقم الهاتف الخاص بحلقه اليوم. غنتسناو اتصالاتكم وتدخلاتكم وارائكم بكل ادب واحترام بدون الاساءه لاي ضيف من ضيوفي الليله، بدون ذكر اسامي اناس وما الى ذلك. نكمل معك خويا سي محمد. كيف قلت لك اختي سميره، كان هذا هو الهدف عندي من الاشتراك في الحساب، ماشي الاساءه لشي شخص او تسريب معلومه على شي شخص او دفع صاحب الحساب للإساءة لشي شخص. كان الهدف عندي هو ندخل نشوف الأخبار المتعلقة. خويا سي محمد، ملي كنقولوا كان الهدف عندي أنني ندخل الحساب ونشوف هذا، هذه البداية. يعني أنا بحالك مثلا، بحال أي حد كنشوف واحد الحساب اللي هو منتشر لهذا، فتيكون عندي واحد الرغبة واحد الفضول أنني كنتابع الحساب كنشوفه. يعني باش نفرقوا وباش نكونوا على بينة كما كنقولوا حنا أمام المشاهدين ديال هذه الحلقة اليوم. فمن تنتبع الحساب كباقي المتابعين، فكيكون عندي واحد الفضول لربما نشوف هذا الحساب شنو كينشر او شنو كينزل او ما الغرض ديالو. انما من تتكون مشاركه فهنا الامر يختلف. غنوصل معك انا لهذ المراحل. انا بديت معك من البدايه تعرفك على الحساب وكيفاش تتواصلتي مع الحساب. هنا بديتي القصه، قلتي من بدايه الحساب 2000، قلتي لي لا بدايه 2017. هو حتى ما كان المسائل اللي كان كينشر هذاك الحساب انا ماشي مسؤول عليها، هو يتسال عليه. الا تم القاء القبض عليه راه ما غاديش يقولوا ليه راه ظاهر هو اللي نشر، راه هو المسؤول على النشر. انا كنت مجرد متابع ديك الساعه من المشاركه. يجيبوا 5 مليون اللي كانت مشتركه في هذاك الحساب، يجيبوا هذيك الساعه حتى هي يعتقلوها وتمشي للودايه وتدوز حتى هي عامين وعطوها 40 مليون غرامه. انا مجرد انني مشترك في الحساب وجمعتني مع محادثات محادثات راه باقي ظاهر. انا 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 شخصيا تنحييك على صراحتك حقيقه. منين كتقول بانني انا مشترك في الحساب، فانا الانسان تيكون قدامك كتاب مفتوح، ما تيمثل ما تيدعي براءه ما لا شيء. فشخصيا انا كنقول لك، فانا تحيه لك مني. يعني هذا رايي ولا الزم به احد كما تنقولوا. فكنحييك على صراحتك. من بعد غناخذ انا وياك تعاليق الناس، ومن بعد غناخذ المكالمات. تفضل. دابا انا عرفت كاش بغيتي تعني لي سميره. واش هاد الحساب، واش كنت مشترك انا في شي حساب نتاع شي عدو دوله؟ واش كنت انا مشارك في شي حساب نتاع شي انفصالي؟ راه حساب راه كلشي كنتابعو. لا احنا ما احنا 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 ما احنا ما غندخلوش في انه حساب عدو دوله وحساب انفصالي. الحساب كان كينشر اسرار الناس، فضائح الناس، الامور، بعض الامور الشخصيه ديال الناس، كل شوف. اي شخص منا في الحياه، اي شخص في الدنيا عنده واحد الجانب من حياته سر،
لربما كاين اللي عنده الجرأة يبوح به، وكاين اللي ما كيملكش الجرأة أنا يبوح واحد واحد جانب من حياته يعتبر سر. أكيد أنت عندك سر، هو عنده سر، أنا عندي سر في الحياة. فتتجي ناس تتقتحم ديك الخصوصية ديالك وديك الحرية ديالك، ما تسميهاش حرية، أنا هضرت لك الجانب ديال السر من حياتك. كتجي ناس كتدخل عندك فتتقتحم حريتك، فبالتالي تتنشر سر من أسرارك، فهذا يعد تشهير. ما ندخلوش في السب والقذف، حنا ما عرفنا الحساب ما كانش في صالي ولا عدو الدولة. أعي جيدا وأعلم أن الحساب كان كيقوم ببعض الأعمال الخيرية. أنا راجعة معك للبداية، أنا قلت لك كنحييك أنك قلتي أنني كنت مشترك في الحساب، يعني ما شفتش ظاهر قال لك لا أنا ما تنعرفش الحساب وما عندي علاقة به، فلذلك فأنا كنقول لك شابو ليك، برافو. شوف الحقيقة ما يمكنش الإنسان يهرب منها، وانا ما كنقولش ما ذنبتش في حق المجتمع. ذنبتي في حق الادانه ديالي في هذا الملف، والا تبدات الناس المسؤولين بانني انا عندي شي حاجه اللي خلتهم انهم يدينوني بها، واخا اللي طالع وتعمق في الملف كيبقى اونتر غيومي، ما نبغيش ندخل في لي ديتاي. ولكن شنو السبب اللي ما يخليكش؟ الناس عندهم المسؤولين، عندهم قراءة ديالهم، عندهم تحليل ديالهم، عندهم كل شيء. أكيد طبعا. ولكن أنا كنعاود نقولها وكنعاود نكررها، هذا طلب ديالي وحق مشروع. أكيد أنه طبعا. هاد صاحب الحساب لحد الساعة سنتين ونصف حنا تعاقبنا، دوزنا السجن، عانينا، تعذبوا والدينا، تعذبوا الأبناء ديالنا، تعذبوا العائلة ديالنا، وهاد صاحب الحساب فينا هو؟ واش حنا كنا مشتركين مع الجن؟ راه هذا حساب كيسيرو ادمي، انسان كيسيرو. اذن حنا مني جات الفرقه الوطنيه ولقات عنا القبض، راه لقاونا بحال داك الدجاج الرومي، وحطوا عنا ايديهم وجابونا، السلام عليكم، وعليكم السلام زيد. وهذا الشخص هذا واش الامكانيات اللي كتوفر عليها الاجهزه الامنيه ديالنا اللي كنفتخروا بها؟ حنا راه كنفتخروا بالاجهزه الامنيه ديالنا، الحمد لله كنقدموا معلومات للدول المتقدمه باش يفكوا الخلايا النائمه، يفكوا الخلايا الارهابيه، هادشي كنفتخروا به. حنا كمغاربه انا بنفسي كنمشي لاوروبا والناس كيفتخروا بالاجهزه الامنيه ديالنا والاجهزه الاستخباراتيه ديالنا، كنفتخروا بهم. ولكن واش عجزوا انهم يوصلوا لهذا صاحب الحساب؟ هذا هو التساؤل. والغريب في الامر انه ولاو تاويلات، ولاو القيل والقال، بزاف تاع الحوايج. هنا شحال من نوبه كنقولوا يبان هي بلاغ يخرج من عند المديريه العامه للامن الوطني يكشف عن فين وصل هذا البحث، لانه سنتين ونصف هذه باش جرى البحث. هذا الشيء كتعرفي اختي سميره، سنتين ونصف ولحد الساعه باقي ما كاين حتى شي معلومه على صاحب الحساب. الا حنا راه التهمه اللي عندنا هي المشاركه، اذا شاركنا الفاعل الرئيسي في الملف. اين هو الفاعل الرئيسي في الملف؟ لحد الساعه باقي ما كاين حتى شي خبر. شكون حنا غادي من غنوجهوا هذه الرساله؟ راه الفرقه الامنيه اللي تجرات البحث. سيدي محمد معليش سمح لي غادي نقاطعك، مازال بغيت نرجع معاك شويه للوراء وبدايه. راه غادي تبقاي راجعه معايا؟ لا 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 ما غاديش نبقى، لا 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 غادي نبدا معاك باش ندخلوا في تفاصيل اكثر واكثر. محمد داهر بين ليلى وضحاها اصبحتي متهم في قضيه ملف حمزه مومبيبي، وتلقى القبض عليك وتوجهت لك التهم اللي توجهت لك. قلتي بالمشاركه، يعني انت مشارك في الحساب. هذه المشاركه ديال الحساب تهم اللي انت تبعتي فيها، واللي سي محمد اول ما تكلمت معاه كان عنده واحد العتب وقال انا بزاف ديال المغالطات تمررات عليا، بزاف ديال الكلام تقال، بزاف ديال التهم انا اتهمت بها باطلا لا اساس لها من الصحه. هضر لي على هاد التهم اللي جرحتك، وكما قلتي بدايه الحوار وكما فتحتي معايا بدايه الحوار قلتي بان سبت جروح الاب ديالك، الام ديالك، الزوجه ديالك، حتى الاطفال ديالك، حتى لوليداتك الله يخليهم ليك. هو اختي سميره ما غنكروش بانه الفرقه الامنيه اللي جرت البحث انه تعاملت معنا واحد المعامله لانسانيه، وحقوق ديالك اللي كيكفل عليك القانون، زعما هذوك الناس الله يجازيهم بخير اللي قلنا في حقهم، ماشي مجامله، انا ما كنجامل شي واحد، الحقيقه كنقولها، تعاملوا معايا معامله انسانيه في اطار القانون.
جاو عندي نهار 17/9/2019، مشيت معاهم المقر تاع ولاية الأمن هنا في مراكش، قضيت 3 أيام معاهم تاع البحث، والحمد لله راه مازال الخبرة اللي تنزلت اللي تجرات على الهاتف ديالي، محاضر الاستماع راه كاينة، كل شيء كاين. بوسائل الإثبات، ما كندويوش من فراغ. من بعد تم التقديم ديالنا السيد وكيل الملك، ما عرفتش شنو القاسم المشترك بيناتنا لحد الساعة، ما عرفتوش القاسم المشترك بيناتكم. انا غنقول لك رأي الشارع العام، يعني انا ما غاديش نتكلم معاك مواضيع اخرى. لربما قيل او لا القاسم المشترك بيناتكم كوحدة، انا من الناس اللي كنت بعدا الحوارات اللي اجراها محمد ظهير مع سكينة غلامور، كذلك الحوار اللي جريتيه مع عدنان سكين، وهذه نقطة مازال غادي نمشيو لها انا والاخ عدنان. الحوارات اللي جريت معهم غنتعاقب عليهم. انا نهار السبت والله الا كنت مع المدير ديالي في طنجة في المضيق، والله الا جالسين وهضرنا على هذا الموضوع هذا. قال لي انا لا عطيتك التعليمات باش تمشي دير هذا الشيء، يعني واش هذا الشيء جريته من تلقاء نفسي؟ لا، ولا بلاتي ما جريتيش من تلقاء نفسك، اكيد انت عارف كتشتغل، واخا هاد الفيديوهات اللي جريتهم مع مؤسسه، مع هاد الفيديوهات اللي جريت مع هاد الاشخاص هادو، واش موضوعين في القناه ديالي ولا موضوعين في القناه نتاع المؤسسه الاعلاميه اللي كنشتغل؟ اكيد موضوعين في القناه ديال المؤسسه الاعلاميه. انما من غادي يتهم شخص في ملف في قضيه ما، والملف معروف بملف حمزه مون بيبي، ديال من هاد الحساب؟ انا تطرح عليا السؤال، انا نتاع من هذا هو سي موبيل بشير، الله اعلم، دنيا باطمه. علاش ضحكتي؟ اللي عينيك فيه خرجي لي قود. لا انا ما عيني في حد، انا تنطرح مجموعه ديال الاسئله. انا نقول لك انا ما عيني في حد، انا كنطرح مجموعه ديال الاسئله كيطرحها الشارع العام. هذا ما الكلام هذا ما كنقولوش انا، راه كيتقال العالم كامل، قالوا الناس كاملين قالوا جرائد، قالوا في جرائد مكتوبه مرئيه مسموعه، قالوا ناس سواء من داخل ارض الوطن او من خارج ارض الوطن. انا ما تنقول شي حاجه من عندي، انا تنقول لك ما يروج وما يشاع وما يقال. انا والله هاد الاسماء اللي ذكرتي، والله هاد الاسماء اللي ذكرتي ما كنعرفهمش حق المعرفه، كنعرفهم كفنانه بالفعل، كنعرفها. يعني كتعرف دنيا باطمه كفنانه؟ كفنانه كنعرفها. سيمو بالبشير، سيمو بالبشير اول لقاء كان جمعني معاه في التغطيه نتاع المهرجان نتاع السينما هنا بمراكش، كان اول لقاء بيني وبينه، وبقت علاقتي به صداقة عادية. ما من وراها شتو شي نوبة أخرى، صافي كان شي جوج نوبات باش تلاقينا، لكن كان أول لقاء جمعني بسيمو بالبشير كان بمناسبة نتاع التغطية نتاع المهرجان الدولي للفيلم هنا بمراكش. هذا ينوع العلاقة اللي بيني وبينه، ولكن شكون اللي مول الحساب ولا ما شكون اللي مول الحساب ما كنعرفش. سي محمد الظاهر اتهمتي في ملف حمزة مونبيبي، والتهم اللي كانت موجهه لك انت اللي غادي تفصح، انت اللي لك الحق انك تقول لنا التهم. وبناء عليها تم الادانه ديالك بالسجن سنتين، جعلها لك الله مغفره للذنوب كما تنقولوا. هذا الاتهام هل هو جاء من فراغ؟ هذا الاتهام جاء بوحدك ظاهر بوحدو عدنان سكين سكينة غلامور؟ شوف نقول كنت صريح معايا في الاول. انا نقول لك واحد الحاجه اخت سميره، ديك الوقيته كانت واحد ضجه كبيره بخصوص هذا الملف هذا، كان ضجه كبيره طبيعه الحال لان الملف قضيه راي عام، وتم التقديم ديالنا على اساس اننا احنا اللي كنشرفوا على تسيير الحساب. هذا تنقول لك الواقع، تم التقديم ديالنا على اساس حنا اللي كنشرفوا، يعني تم تقديمكم انكم على اساس انتم اللي كتشرفوا على الحساب. عندنا لاكسي باش ندخلوا لهذاك الحساب، عندنا القين السري باش ندخلوا ليه، ولكن ملي كتجي لارض الواقع وكتدوي بالوسائل التقنيه بالخبره اللي تنزاد على الهواتف ديالنا، راه ما كتوضحش باننا كنولجوا لهذاك الحساب المشاركه. هنا اش كنقول لك؟
تم تقديم ديالنا السيد وكيل الملك، حلنا على السيد قاضي التحقيق اللي طالع على الملف وخلى السبيل ديالنا. واش هاد السيد قاضي التحقيق خلى السبيل ديالنا فاش بان ليه ظاهر زوين، بان ليه عندنا المحسن مزيان، بانت ليه سكينه حتى هي زوينه وطلقنا الى هكاك. اخلاء سبيل جاء بعده اعتقال مباشره. وانا غادي معاك خطوه بخطوه. خوينا شي كويزه تاعي نشوفوا الكبات ديالنا. ما داير لنا فيه شي حاجه باش بديت نسرسروا لك انا. غيبرد عندنا اخت الماء والمطلع خلي. كله يتحاسب على نيته. تم التقديم ديالنا السيد وكيل الملك، السيد وكيل الملك حلنا على السيد قاضي التحقيق. دخلنا عنده بحث معنا كان التحقيق الاولي وخلى السبيل ديالنا مقابل كفاله 40,000 درهم وسحب الجواز السفر. بقينا تحت تم سحب جوازات السفر. اذا هذا السيد قاضي التحقيق اللي خلى السبيل ديالنا راه كون بانت ليه الذره نتاع التورط ديالنا في الملف يبغى يخسر عليك جاي البوليسي ديالو رميهم في الودايه. هادشي اللي كاين من وراها مباشره باقي كنعقل كان يوم السبت الاحد الاثنين. الاثنين كنت تفاجئ وهادشي راكم شفتوه وعينتوه مجموعه نقول اسحب هاد الكلمه نتاع مجموعه ولكن البعض نتاع المنابر الاعلاميه اقول البعض وحتى الجرائد والاشخاص اللي كينصتوا اللي كينشطوا في منصات التواصل الاجتماعي كيخرجوا بواحد الخبر اللي هو خطير وخطير جدا. انا بنفسي انا تفاجات ليه انهم قالوا بانه ظاهر اعطى 120 مليون مقابل اطلاق السراح ديالو. هادشي راه شفتيه اختي سميره وما تحاولوش انك لا انا وراج هادشي راج انا معاك انا كنت شوف ما ضيفنا اليوم الا احنا كما قلت لي لتصحيح المغالطات والاكاذيب التي احنا كي قلتي احنا جايين معاك تدريجيا هادشي هاد المغالطات والكذوب وتغليط الراي العام وداكشي بدا هاد الكلام هذا اللي انا بدوري كنتفاجئ ليه. انا والله الا تخلعت بيني وبينك والله ما تخلعت من الحبس كثر ما تخلعت من هاد المعلومات اللي بدات كتروج ظاهر عطى 120 مليون اسيدي عطيني 120 مليون نمشي ندوز عمليه الحبس حابنا نخسر فيها 20 مليون وبعد بقى لي 100 مليون بغيت نصور هذا الشيء اللي بقى لي في حياتي عندي دابا 40 عام ما عرفتش غنموت على 60 ولا على 70 طولت العمر غنصور فيها ما نصورش 100 مليون ولكن هاد الناس روجوا هاد الشيء هذا اش كيعني الضغط على القضاء هذا كيتسمى ضغط من بعد روجوا 120 مليون اللي عطيت رشوه باش تم اخلاء السبيل ديالي ناضوا جيشوا مجموعه نتاع الاشخاص منهم بعض المنابر الاعلاميه المواقع الالكترونيه الجرائد اللي كينشط في اليوتيوب وداكشي اجي وجي هذا باش نتهناو منهم اجي اخو هذا عصابة اجراميه كتنشط في القيوده والدعاره والوساطه في البغاء والتجار في البشر علاش شنو السبب اللي دفعهم انهم يقولوا هذا الكلام باش يعطيو عليك واحد الصوره خويا محمد صوره سيئه وصوره سلبيه وصوره قاتله. خويا محمد سمح لي ما عليكش بغيت نسولك في واحد النقطه مهمه منين وجهت لك السؤال ديال وبالاخص عندما سالتك على سي محمد بن بشير وعلى الفنانه دنيا باطمه قلتي انا ما تنعرفش دوك الناس من حقك انك تقول ما كنعرفش دوك الناس مع انه انا كنقول لك ما كاينش الاسئله ديال الناس. قبل ما تكملي السؤال انا نقول لك واحد الحاجه اشنو الدافع اللي بيخليني تنكر لهادو سواء تنعرفهم اكيد ما كاين حتى شي دافع طبيعه الحال طبيعه الحال ما كاين حتى شي دافع راه هذا المشكل وقع لي بعض من التعليق يقولوا بانه محمد الظاهر كان متواجد في العقيقه شتي هذا المشكل دابا اللي هذا السؤال اللي طرحته عليا وقعت فيه من بعد التسجيل نتاع الحلقه نتاع القناه نتاع ماروك نيوز من ورا فاش ساليت الحلقه وفي العوده طريق العوده ديالي لمراكش كنت تلقى المجموعه نتاع المكالمات كيقول لي ظاهر هضرتي هي على راسك علاش ما هضرتيش على هذيك الفنانه. قلت لهم واش انا محامي ديالها اللي غنهضر عليها؟ السيده راه قد براسها
عندها دفاع ديالها، عندها حساب. قالوا لك ما هضرتيش عليها، واش مثلا انك تتكلم على علاقتها بالموضوع او انك تدافع عليها او ما شابه ذلك؟ سميره هنا غنسولك. لا غير وضح لي زعما شنو القصد. غنسولك واش انت مطلعه على الملف؟ طلعتي على الملف؟ انا تابعت الملف بحالي بحال الناس وكنت كمشتكي. واخا طلعتي حيدني من هذه الخانه انا. طلعتي على الملف ديالي؟ لا صراحه لا. ما طلعتيش عليه؟ طلعتي على الملف نتاع هذه الفنانه؟ لا ما طلعتيش عليه. وغير طلعت عليه راه غتلقاي ملفي ما عنده علاقه بملفها وملفها ما عنده علاقه بملفي. إذن علاش انا غيقحموني؟ يعني دائما كيتطرح عليك نفس السؤال، كتلقى نفسك انك دائما كيتطرح عليك نفس السؤال، شنو علاقتك مثلا دنيا باطمه او ما الى ذلك؟ يعني كتلقى نفسك دائما كيقحموك في هذا. والله هاد السيده ما كنعرفها، كنعرفها كفنانه كيعرفها جميع المغاربه، ولكن انا حضرت الحفل الحقيقه ديالها، قمت بالتغطية. كان بدعوة رسمية منها؟ لا التغطية نتاع العقيقة ديالها. أو قمتي بتغطية؟ إسوة بباقي الزملاء اللي ديك الساعة جاو داروا التغطية، حيت أصلا العقيقة دارتها في مراكش. إيه. راه كان كل شيء كان كيعرف هذا الشيء هذا. هذاك هو اللقاء اللي كان جمعني بها، وكان عادي زعما ما كانش شي من وراها ولا من بعد شي لقاء اخر ولا شي اتصال. والله ما عندي نمرت على تليفوني هو قلبي. امنا بالله ما خصهاش انك تحلف، هو مجرد سؤال وسؤال من المتابعين. كي قلت لك راه من ورا التسجيل نتاع الحلقه في القناه نتاع ماروك نيوز تلقيت مجموعه نتاع مكالمات كلهم نفس الناس كيسولوك نفس السؤال. وراه صديقتك ومقربه لك هضرات معايا في الهاتف وقالت لي دنيا، قالت لها والله هذاك السيد ما كذب، راه ما كيعرفنيش وما كنعرفوش، وغنقول لك شكون هي صاحبتك. ويديان سوليها، قول لها تحيه الاحلى ويديان. اشنو كاين؟ قول لها واش ظاهر، كيعرف هذيك السيده ولا ما كيعرفهاش، ولا هي كتعرف ولا ما كتعرفوش. وغدا الا درتي حلقه اخرى قول لها ظاهر كان هنا جالس علي من ديالي وكذب علي. ونخليو الناس بدون ذكر اسماء. محمد ظاهر معليش لربما سؤالي غادي يقلب المواجع كما تنقولوا، انما اظن انك تملك من القوه انك كما كنقولوا حنا اللي طلعته، واي دقه كدوز على الراس والا هي كتخلي تعليمه. بغيتك تحكي لي ولو شي حاجه بسيطه، يعني من اول يوم للسي محمد ظاهر في السجن. هو كي قلت لك اخت سميره، بعد ما تم اطلاق السراح ديالي من طرف السيد قاضي التحقيق، تم ممارسه الضغوطات، انا اقولها واكررها، تم ممارسه الضغوطات على القضاء. احنا ما غاديش مع احترامنا لاي حد ما نتكلمش هذا السائل. شوف انا تنسالك يعني اول يوم انسان كان يعانق الحريه تيخرج يدخل مع عائلته، اول يوم كان احساس لك وانت داخل السجن؟ اي انسان، شوف اي انسان تيكون عايش حياته على برا عادي، بين ليله وضحاها يفتقد حريته وتيدخل. بغيتي الصراحه؟ بغيتي الصراحه سميره؟ في البدايه لانه تم الايقاف ديالي، ماشي الايقاف ديالي، جاو عندي رجال الامن والضبط يوم 15 اكتوبر 2019، جاو عندي. كيفاش كانت نفسيتك؟ هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليك، كيفاش كانت نفسيتك؟ عادي اتصلت مع الايام تعودتي يعني؟ انا نعطيك لي ديتاي، راه قلت لك غادي نبقاو معاك هكا حتى كل شيء غادي تديه، الكفيفه غادي تديها. الغرفه نتاع المشوره استئنافيه مراكش لغات قرار الصراحه نتاع السيد قاضي التحقيق، يعني انه صدر السيد الوكيل العام امر بالايقاف ديالنا. محمد علاش تهرب ليا من هذه الاجابه؟ انا كنسولك على احساسك. احساسك اول يوم دخلتي انا جاي غادي تكون محش والديك محش وليداتك. جاو عندي رجال الامن للدار يوم 15 اكتوبر صباح، قال لي تم الغاء قرار الصراحه تاع السيد قاضي التحقيق وعندنا امر بايداع في السجن. اتصلت بالمحامي ديالي اللي كان على يعني مراتك والديك بنياتك. وي الصورة اللي بقات راسخة في الذهن ديالي هي الصورة نتاع الأم ديالي، الأم ديالك اللي كانت في المطبخ الله يخليك كانت مريضة مسكينة.
الله يشافيها. وقبلت ليها راسها مسكينه وكدعي معايا. الاب ديالي ما كانش، كان مسافر، كان الاخ ديالي هو اللي كان ديك الوقيته. مشيت معاهم، مشيت حالوني تم الايداع ديالي في السجن، ولكن كي قلتي لي كان شنو الاحساس ديالي؟ الاحساس ديالي هو كنت كنقول، اقسم بالله الا كنت كنقول بانه الا تم الايقاف نتاع صاحب الحساب هذيك هي البراءه نتاع ظاهر محمد. انا كنقول لك الحقيقه، الا تم الايقاف نتاع صاحب الحساب غادي تكون هي البراءه نتاع ظاهر محمد، لانني انا على يقين ويقين تام، لانني لم اسيء لاي شخص ولم اشهر باي شخص ولم ازود صاحب الحساب اي معلومه. هذا اليقين اللي انت قلتي انك على يقين تام. محمد ما كتشوفش بانك تم استغلالك بصريح العباره؟ بصريح العباره. شوف نتمنى انك تكون صريح معايا. انه شوف مهما بلغ الانسان من ذكاء ومهما الانسان يعني كان كما تنقولوا حنايا حاضر راسه، الا كتقدر تجي واحد اللحظه انك كطيح في شي شخص كيستغلك او تيلعب لك في دماغك كما تنقولوا حنا. الشيطان تيغر الانسان تيتم استغلال. واش محمد داهر تيشوف بنفسه بانه تم استغلاله؟ استغلالي من طرف او كان ضحيه؟ استغلالي من طرف من انت اللي غتعرف. انا كنطرح سؤال. لا لا ما كنعرفش، انا اليوم جيت نعرف منك. منين تتقول لا ما يمكنش تقول لي انا جيت نعرف منك؟ منين تتقول منين كتقول انايا الكلمه اللي حسيت منك دابا وحتى الرياكشن ديال وجهك تيقولها بانك تقول منين غيتعرف صاحب الحساب فكنحس هذيك هي البراءه ديال محمد داير. ما كتقولش مثلا انايا سخونيه الراس دارتها لي، الزيغه دارتها لي، ساره دارتها لي، او قلت العقل كما تنقولوا حنايا. شوف ما كاين لا قلت العقل لا قلت الصحه، كاين الواقع، كاين اشنو كاين في الملف، كاين اشنو التهم، كاين اشنو ضبطوا عندي، اشنو لقاو عندي التصريحات ديالي. ملي كتكون شي قضيه القضاء القضاء الجليس والدفاع كيدويو بالملف اشنو فيه. انا عندي المشاركه هادشي باش نخليك ترتاح شويه وغادي نجي عندك عدنان. عدنان تيشوف فيا وتيضحك. خوي لي انا نشرب كويزات يا سيدي. راه درنا الباروك. السكر يا هو. مرحبا بك. بسم الله. عدنان سكين. عدنان اسمك راج بشكل مول فيراري. عدنان مول فيراري. عدنان مول فين جيتينا بعد فيراري؟ عدنان جا عندي بلا فيراري. عدنان مول فيراري. عدنان مول فيراري. اول ظهور رسمي لعدنان مول فيراري كان مع محمد طاهر في ذاك اللقاء. محمد كيضحك. وكان ذاك الوقت ذاك اللقاء عمل ضجه كبيره 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 بزاف. قبل ما نطرح عليك هذا السؤال، شكون عدنان سكين؟ ياك نطقت اللقب صحيح. انا كنت كنقول عدنان الساكن. العلاقه ديالي بين صاحب الحساب انا مازال ما سولتكش على الحساب. انا انا كنتعرف على عدنان. نرجع عند محمد الظهير على ما يسترجع انفاسه ويقدم لي نفسه. محمد الظهير خرجتي وعانقتي الحريه بعد سنتين. بقى يمسيب لي هذا محمد الطاهر الله يخرج هذه الليله بخير. زيد لا لا ان شاء الله ايامك غادي تكون. شوف ما واصلين ما واصلين. ان شاء الله ايامك غادي تكون كلها بخير وعلى خير. كنضحكوا معك في اطار البسط. في اطار البسط. شي انسان اللي ما كيغلطش. كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين. احنا عايشين في هذه الحياه غير باش نغلطوا ونتعلموا. سيدي محمد خرجتي وعانقتي الحريه. وواحد كلمه كنتي قلتيها لي انا شخصيا، قلتي لي خرجت سمعت شي حوايج غراب على نفسي، طلعت على شي حوايج غراب. ما نسبقوش الاحداث اخت سميره. هو هذا الشيء هذا راه راج وحنا راهن الاعتقال. ونمشي معك نقطه بنقطه.
هاد الناس هادو اللي روجعوا لنا هاد الاكاذيب وهاد المغالطات، هما كان عندهم الملفات لانهم كانوا طرف مدني. خي محمد، هاد الناس اللي روجوا هاد المغالطات وهاد الاكاذيب، ما تبادرش الى ذهنك سؤال مثلا واش هاد الناس مثلا حسابات شخصيه، او مثلا الناس ماجورين من قنوات؟ لا لا، ماشي 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 حسابات، ماشي تصفيات الحسابات، لا بالعكس. انا غنوضح لك مزيان، هاد الاشخاص اللي روجوا هاد المغالطات راهما طرف مدني في الملف، اذن هما على درايه واطلاع بالملف وعارفين التهم الحقيقيه اللي كاينه في الملف، ولكن كانت عندهم خطه، وخطه مدروسه ومحكمه. اشنو هي؟ هو يروجوا هاد المغالطات باش يغلطوا الراي العام وما يخليوش الراي العام يتضامن معاك، وهما يبقاو دائما هما الضحايا وحنا المذنبين. وهاد الاشخاص اللي هما مذنبين اللي هما حنا، هاش كيديروا؟ راهما عصابه نتاع الدعاره والتجاره في البشر والوساطه في البغاء وهذا وهذا. ولكن ملي كنجي نشوفوا الحقيقه الملف، كنلقاو حنا عندنا المشاركه، تحكمنا بالجريمه الالكترونيه، المشاركه في الدخول لنظام معالجه، المشاركه في نشر صور اشخاص مقولين دون موافقتهم. يعني كان هناك جرم، كان من طبيعه الحال. واش انا كنكر؟ انا كنقول لك انا مدان، يعني انا تحكمت، عندي يد في هذه القضيه هذه حسب التعليل نتاع القضاء، عندي شي حاجه شاركت بها باش تم الادانه ديالي. ولكن كنقول لك واش التهم اللي تنسبت ليا هي ما تم الترويج لها من طرف هاد الاشخاص؟ راه ماشي هو، راه ماشي حقيقي هاد الشيء هذا. ولكن كنقول لك الهدف من ترويج هاد المغالطات، هذا هو السؤال المطروح، ما الهدف؟ الهدف هو انه الراي العام. انت سبقت في الاول قلت لي انا ما ممثل، ما مغني، ما رجل اعمال. لانه حاليا ولينا كنعيشوا واحد الامور اللي هي غريبه. ما كنقولوش بانه القضاء ما مستقلش، بالفعل حنا كنفتخروا بانه تم استقلاليه القضاء. القضاء ما كيرضخش للضغوطات، القضاء ما كي ما كي ما كي ما كي يمشيش مع. عندي سؤال خويا سي محمد، معليش، من غير قلتي الضحايا وما الى ذلك، تم ترويج مغالطات من بعض القنوات، من الناس، من العامه او من اصحاب قنوات يوتيوبر وما الى ذلك. ودابا حتى شي واحد ما خلى فينا حقه، اللي ما قال قليل قال. ايوا كطيح البقرة كيقوى ما علقوا الحجام ولا كذا كيقوى الجناوة. راه سميرة، راه كون هي الانسان كيقول الحقيقة، شتي كون هي خرجتي وقلتي الحقيقة، هاد الناس راهم متابعين للجريمة الالكترونية، واخا هاد الاشخاص اللي هما طرف مدني في الملف اللي هما خرجوا كيتبجحوا بهذا الكلام هذا، واش هما وقع لهم هاد الشيء اللي قالوا علينا حنا كذوب؟ حنا شبكه للدعاره، اذا انت مني قلتيها علينا، اذا انت راك كان عندك شي يد معنا في هاد الشبكه هادي، باش عرفتينا حنا شبكه نتاع الدعاره؟ كون ما كان عندك شي يد معنا في هاد الشيء هذا، وانت طرف مدني في الملف، اذا كون هي الحقيقه. قول هاد الناس راه تابعوا بالجريمه الالكترونيه، انت خرجتي كتقول لا هذه شبكه الدعاره وقواده والتجاره في البشر وسطاء وهذا وهذا. شيء يحز في النفس انهم كما كنقولوا حنا، يا انسان مذبوح، واحد كيزيد مازال يذبح فيه، او مجموعه اشخاص او ايا كان. يعني كتقول انا بارك عليا غير اللي فيا، ما يزيدش الانسان عاوتاني يزيد يظلمني ويتعدى عليا ويكذب عليا. انا بالنسبه ليا والله سمير الى جد فرحان. علاش؟ لانه هاد الاشخاص اللي روزوا هاد الشيء هذا، انا كنوجههم هو، هما خداو الفلوس على ظهري. ها اللي شد 7 دولار، عفوا 5000 دولار، ها اللي شد 500 دولار، ها هما تخصموا باش يهضروا على هاد الملف، يجيشوا الراي العام ضدنا في هاد الملف هذا. ولكن انا كنقول عند ربكم تختصمون. اكيد عند ربكم تختصمون. وغادي نرجع معك خويا سي محمد الطير. عدنان سكين، قربني منك عدنان. النشأة ديالك، فين كبرتي، فين قريتي؟ عاد نوصل وياك لحمزة مون بيبي.
الاسم بعدا جميل حمزه مون بيبي، الاسم فيه اسم فيه دلع. هذا الاسم هذا ولا كيخلع؟ هذا الاسم اسم ولا كيخلع ياك؟ اكيد الاسم غادي يخلع. علاش غادي يخلع؟ لان لربما كما قال الاخ محمد الظاهر قبيله، قال بان بعض، شوف بعض الجروح ما كترممش ما كتجمعش، بعض الالم ما كتجمعش. كما قلت لك انا في بدايه الحوار ديالي انه كل انسان منا عنده سر في حياته، ما كيبغي حتى شي حد يطلع عليه، وهذا حق مشروع لكل شخص منا. فكتلقى واحد الشخص ثاني بدون وجه حق كيجي مثلا، يقدر يكون عارف عليك هذا السر، او يكون عارف كدير شي حاجه، ولا بالك الله بشي بليا فتي فضحك. فبالتالي اكيد الاسم غادي يكون تيخلع، والاسم راه خلق ضجه يعني، راه ماشي ولا تيخلع، راه كان تيخلع وعنده متابعين ومحبين والناس كدير ديديكاس والناس يا سلام. لا بصح، ولكن انا قلت لك كيخلع حيتاش خلى واحد التاثير على النفسيه ديالي، حيتاش داكشي اللي عشنا مع المشكل اللي وقع لنا، درج بحال هكا فاش نكونوا غادي للمحكمه في الكار، كتكون كتشوف شي واحد كيكون غادي على رجليه، كتحسدو على هذيك النعمه ديال الحريه. اذا حسدتي شخص على نعمه الحريه، شنو الذنب اللي ارتكبتي عدنان تخلاك فقدتي الحريه ديالك وخلاك وليتي مشترك في هذه الجريمه وفي هذا الحساب؟ هذا انا خديتها من فمك، قلتي انك كتشوف غير شخص دايز، صح ولا لا خويا محمد؟ طليق وانت كتفتقد لديك الحريه، اذا شنو الذنب اللي ارتكبتي انت وخلاك فتقدتي ديك الحريه ديالك؟ بكل صراحه الذنب اللي ارتكبتي وخلاك دخلتي لهذه الجريمه ودخلتي لهذا الحساب ولا هذا، واللي خلاك تقول هذه الكلمه انا حسيتها بصدق وحسيت بك. انا كما قلت لك في بدايه اللقاء، انا ما معاك ما ضدك، انما بعض الامور ما كنقدروش نخفيو تعاطفنا مع الشخص اللي كيكون قدامنا. حقيقه انا عن نفسي شخصيا بالنسبه لي الموضوع انتهى، اللي خدع عقابه راه خدع عقابه، والقضاء قال كلمته، ولا زالت الملفات امام النقد والابرام، فاحنا لا سلطه لنا على الاحكام القضائيه، وقضاؤنا له منا كل تقدير واحترام. انما رجل ملي كيقول كلمه انني كنطل من الكار اللي غادي بيا للسجن، وانا كنشوف واحد غادي على رجلي حر طليق، فكنفتقد لديك الحريه. هنا وجب عليا نطرح عليك سؤال ونقول لك عدنان، شنو الذنب اللي ارتكبتي خلاك فقدتي حريتك ودخلتي لهذه الجريمه هذه؟ الذنب اللي درت هو انني هضرت مع ذاك صاحب الحساب، تكلمتي معاه يعني، كانت معاه بحالي بحال الناس كاملين، بحال اي واحد منين هو ما يمكنش غنكون تنهضر معاه. انا ولا صاحب الحساب بحالي بحال الناس، متابع ديالو بحالك بحال الناس. في احد اللقاءات ديالك الشهيره اللي كانت خلقات ضجه، كانت وقتها خلقات ضجه، وكان الاخ ظاهر هو اللي كان كيعمل معك اللقاء، قلتي بان انا هو حمزه مون بيبي، او قلتي شيء شابه ما شابه ذلك يعني، شي حاجه بحال هكا، او انا كنعرف حمزه، كنعرف، قلتي بصريح العباره قلتي صديق ديالي حمزه مون بيبي. ملي كنقولوا صديق ديالي، المتلقي ملي كيسمع كنقول صديق ديالي، وانا ما حددتش نوع الصداقه، ما قلتش صديق ديالي ظاهر مثلا على الانستغرام او على الفيسبوك، او ما حددتش، فكنخلي ديك كلمه صديق ديالي مفتوحه. فالناس ملي كتسمع عدنان سكين كيقول حمزه مون بيبي صديق ديالي، فالناس تجزم بانك على معرفه بهذا الحساب. ولكن قلت انا باللي صديق ديالي في سناب شات. انا كنقول لك الناس شنو كتداول على الكلام اللي على كلمه صديقي. نبقى معاك في الذنب اللي ارتكبتي على هذا الحساب، نرجع معاك لهذه النقطة واعتذر انني بعثتك على الجواب ديالك. الذنب اللي درت هو هضرت مع صاحب الحساب، تعمقت معاه في امور شخصية ديالي، ماشي هضرت معاه على شي واحد قلت ليه هذا دير ليه ولا ما ديرليش. عدنان كان ما قاطعتك، كان نصبت ليه يجي لي اشارات للشركه، كنصيفط ليه فيديوهات ديالي اللي كانوا متداولين بزاف، ما كيحطوش صورك على الحساب. ما كان ماشي بوحدو داك الحساب اللي كان كيحطهم، دوك الفيديوهات كيهزهم بزاف الناس، كيحطهم عادي بحالي بحال اي واحد اللي فيديوهات راك عارف سميتو. من بعد انا ندمت على هذا الشيء اللي درت، زعما داك التواصل حيتاش
داك الشيء بحال كيولي واحد الهوس. صبحتي فاقد لحريتك، كتمتع بحياتك، ما غتشوفش والديك، ما غتشوفش خوتك، لربما كانت عندك مشاريع في عقلك، لا بزاف ديال الامور. قبل كاع ما نفقد الحريه ديالي، حيتاش انا عرفت بان داك الشيء كبر بزاف منين قبل ما يعني عرفتي ان الامور الامور كبرات بزاف. لا الموضوع كبير، حيتاش ثانيا قبل كاع ما نتعتقلوا راه كنشوف الناس اش كيقولوا، هادي هادو خصهم كذا، خصهم يتعاقبوا من هنا. يعني كتولي كتحس بواحد الرعب، كتولي كتقول اش داني انا كاع نهضر مع، كتقول اش داني، اش داني انا نهضر مع هذاك الحساب. برافو لك على صراحتك. يعني ما اجيش نقول لك انايا لا راه زعما عادي، ولا انا تندم على الحال بزاف. على ندمتي اكيد. شوف الانسان اللي ما تيندمش اكيد انه انسان ما مستحيل انسان يكون ارتكب اي ذنب ايا كان وما يندمش، والا غادي يكون ما في قلبه لا رحمه لا عطف لا شفقه، ما عرفش بان الله منتقم جبار. من الندم عدنان سكين غيصبح متهم رئيسي في حساب حمزه مومبيبي. سؤال يطرح نفسه بقوة بشدة. يعني عدنان كيقول بانني انا كندخل عند الحساب كنعطيه يدير لي اشارات بحكم ان الحساب كان عنده واحد الصيت كبير وكان عنده عدد كبير من المتابعين. وهذا انما ما بين ليلة وضحاها فعدنان سكين متهم طرف رئيسي في ملف حمزة مومبيبي. هنا كنتظر جوابك. الشيطان كيغر. ماشي الشيطان اللي كيغر، هذا الشيء ديال السوشيال ميديا والشهره وبنادم بغى يتعرف، وهادي هو اللي كيغر. يعني كتولي مهووس انت، حيتاش مثلا داك الحساب فاش كيحط مثلا ديك الساعه مثلا كيحط لي اشعار، ولا كيحط لي سناب شات ديالي ولا الانستغرام ديالي. ما كنتيش عارف بان داك الحساب كيقوم باعمال غير قانونيه، يعني اعمال يجرمها القانون. وقبل في الاول ديال 2018 تقريبا ما كانش يعني داك الحساب كيدير غير شي كيشهر بالناس وكيدير كيحط لهم شي حوايج اللي خايبين. كان يبدا الحساب ما كان تيدير حوايج زوينه وحوايج خايبه. وانا كتفكير ديالي شنو هو، انا ما عنديش علاقه بداك الشيء اللي كيدير. زعما حتى لا كيسال شي واحد ولا شي حاجه ما تنقوليش انا اجي هذا ولا دير لهذا. فهمتي شنو قلت لك؟ يعني انا ما بحال قلتي ما كنتش منتظر انا هذا الشيء غادي يكبر بهذه الطريقه غادي نولي. انت درتي بحال شي واحد مثلا مشى لعب شي لعبه وما عارفش المخاطر ديال دوك اللعبه، او ما عارفش الابعاد القانونيه ديال داك الفعل اللي قام به. اعتذر عفوا. او مثلا انا غنمشي نقص داك الصور، وكان انا غير بغيت نقص داك الصور عجبني، ما عارفش شنو غادي يوقع موراه. هنا الانسان تيحس بالندم. بصح كما قلتي السوشيال ميديا كتغر. السوشيال ميديا الانسان كيقلب على الشهره. نقلب على الشهره بتشهير مثلا، ولكن انا ما شهرتش بشي واحد. شنو تهمتك كانت؟ التهمه ديالي هي المشاركه في الدخول لنظام معالج الاليه وتزويد الحساب بمعطيات اذا هنا هذا تحديته يسمى تشهير. لا هذا هو المشكل. يعني انا فاش داروا معايا البحث وداروا الخبره للتليفون لقاو بانني كنتواصل مع اصحاب الحساب. كتواصل مع اصحاب الحساب؟ كنتواصل معاهم. ما كتعرفش اصحاب الحساب؟ لا ما كنعرفوش. هاد التواصل كان عباره عن كنتواصل معاه، كنهضر معاه على راسي. يعني كنصيفط ليه فيديوهات، كنصيفط ليه حط ليا هادي مره يحط مره ما يحطش. ما لقاوش ولو واحد اللي جابدو تنقول ليه مثلا هذا ولا من هنا، ولا زعما كنعطيه شي حاجه على شي شخص ولا مسميه نهائيا. عدنان واش اليوم ما لا تملك، معليش لربما غادي نكون قاسيه معك شويه، وانما انا اطرح ما يجول في خاطر الناس. عدنان لا يملك الجراه انه يقول انا غلط. كما شفنا جميع الناس، بزاف ديال الناس تعاطفوا مع سكينه كلامو، قالوا سكينه كانت تملك من الجراه انها طلعت وقالت انا غلط ودفعت الثمن وتربيت. تملك من الجراه انك تقول انني، تكون متسامح مع نفسك ومع الناس المتبعينك. وبالاخص انا ملي كنذكر التسامح، كنذكر التسامح مع النفس، لانه الانسان ملي يكون متسامح مع نفسه عادي يقدر يوصل لمرحله التسامح مع الغير. لان كنقول نفسك اولى بك من الغير. انا نكون واضح وصريح مع نفسي ونقول انا غرني الشيطان وغلطت، او تكون املك
جرأة الاعتراف ونقول انا غلطت في واحد الناس فانا كنطلب السماحه والله يسمح لينا على الجميع. لا باش نقول لك واحد الحاجه، انا ما غلطت، انا غير تنعطيك مجرد فرضيات يعني. متفق معك. انا ما غلطت في حق راسي وفي حق والدي. كتشوف بانك غلطتي في حق راسك او في حق والديا بزاف، وخصوصا سنتين ديالي. طبعا الام غادي تحرم من الام ديالك سنتين، قلت العقل، قلت العقل، التطور دير داكشي زعما ضحك طيش وحب الشهره. هادشي اللي كاين. ولكن انا باش نقول لك راه بانني غلطت في حق شي واحد، ما غلطتش في حق شي واحد نهائيا، ما اديش شي واحد، ما عنديش مشكل مع شي واحد. واش القانون غادي يحاسبنا لمجرد انني من معجبين فنان مثلا؟ انا عندي فنانين معجبين، هذاك الفنان ارتكب جرم مثلا، ارتكب جرما ما، هل انا حيت تواصلت مع ذاك الفنان او عبرت على اعجابي او دخلت عند ذاك الفنان قلت له هذا فيديو ديالي لوحوا لي دير لي اشهار، القانون غادي يحاسبني فقط لمجرد انني دخلت تواصلت مع الحس، او غادي يحاسبني لانني ارتكبت جرم، شاركت في جريمه؟ انا حاسبني الراي العام، ماشي انا، ولكن حنا كمجموعه من الاشخاص. حساب الراي العام قاسي قاصح. حيتاش كلام الناس كيجرح. انت يا اختي سميره راه كنتي ديك الوقت اللي كنا كنجيو للمحكمه، راه كتشوفي الناس كيكونوا واقفين فاش كيوقف الكار حدا المحكمه بحال جايين شي وحدين على الارهاب ولا شي حاجه اللي هي كراف بزاف. لان الحساب سبب رهاب نفسي للناس، سبب رهاب نفسي للضحايا. ولكن بزاف داكشي على انه يكونوا مظاهرات وجايبين العيالات، ما عارفين كاع شكون هو هذا مون بيبي، تيقولوا مون بيبي، ما عرفتش واش مخلصين هذوك العيالات ولا شنو، تيعيطوا مون بيبي مون بيبي، ما فهمتش انا، تيبان لي عيالات كبار، ما كنظنش بانهم غادي يكونوا متبعين بحال هذاك الشيء، حيتاش عيالات كبار بواحد الكميه زعما، حنا لداخل في المحكمه وكنسمعوا الصداع، حنا لداخل في لاكار سميتو كاينين شي راجل وكنسمعوا صداع، تيغوت مون بيبي هادي، تيهضروا شي حوايج ما فاهمين والو، يعني بحال هما مجيشين لهداك الشيء باش ينوضوا الروعه ويخلقوا البلباله باش يكبروا الموضوع بزاف. ملي كنقول تجيش فانا كنشوف انها كلمه كبيره، كلمه معايا اخويا داير ولا لا؟ كلمه تجيش كتجيني كلمه كبيره، غنجيش مجموعه ديال الناس على جوج ديال الناس، راه كبيره، هادشي راه كبير بزاف. كثر من التجيش، راه كون كان عندي شي مصطلح اخر كثر من التجيش كون قلتها، راه كون كان انا نقولها لك بصراحه، راه داكشي اللي عشنا ديك الفتره نتاع المحاكمه، والله ما دار في المحاكمه نتاع هذوك اللي نفذوا الجريمه نتاع لاكريم في مراكش. عندما يفتح النقاش عن ملف حمزه مونبيبي، سواء عند الناس من العامة، سواء عند أيا كان بصفة عامة، وإلا كتلقى واحد اللغط كبير، وكتلقى واحد سخط كبير، كتلقى سخط كبير، بما أنت عارف معنى كلمة سخط، يعني كتلقى الناس سخطة، الناس حاقدة، الناس لمدى فزاعة الجرم اللي قام به هذا الحساب. ملي كنقولوا جرم راه كما قلتي أنه الكلام كيقدر يكون قاصح، بعد الخطرات كلمة كنقولوا كيقول المثل ديالنا كلمة ضربة بدمها ولا كلمة بسمها، صح ولا صح ولا لا؟ منين تنعس نفيق وتنفقد حريتي وتلقى راسي انا متهم في قضية، ولي هي قضية كبيرة وقضية رأي عام وكلشي الناس كتهضر عليها، الإعلام كيهضر عليها، صحافة في المغرب وخارج المغرب تتهضر عليها، كما قلت في البداية ما بين مؤيد ومعارض، وكنلقى واحد الضغط كبير وأدان بالسجن سنتين، ما قلتيش صافي انا خديت عقابي، علاش مثلا هاد الناس باقا كتهضر او وما الى ذلك؟ القانون قال 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 القضاء قال كلمته، ولا تعقيب لنا على الاحكام القضائيه، لهم منا كل تقدير واحترام، ما علاش الناس باقا تتهضر او علاش القنوات تتهضر؟ انما كذلك انا كنقول لك، شوف انا ما كنقلش لك رايي الشخصي، رايي الخاص احتفظ به بنفسي ولا الزم به احد. الملف امام الرأي العام هو ملف حمزة مونبيبي، فيه تهم كذا وكذا 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 وكذا، والمتهمين فيه ناس كذا وكذا وكذا، وذكرت أسماء منهم كما جينا على ذكرهم، الفنانة دنيا باطمة وسيمو بالبشير، قال لك أنا ما عندي علاقة بهاد الناس، اللي بغاهم يجيبهم يسولهم، طبيعة الحال أنت حر. هاد الضجة كلها خويا محمد ما غاديش نقول لك أثرها النفسي عليك، لأنه مهما كان الإنسان تيبلغ من قوة، لو خا تكون جبل غادي صح ولا لا؟
الانسان واخا يكون جبل راه غادي يتسد، خصوصا انه ملي كيكون الضرر ماشي كيشمل على الشخص نفسه فقط، الضرر يعني تيشمل العائله كلها، الابناء، الزوجه، الام، الاب، فكتشكل واحد. ما سي محمد وعدنان خرجوا وخرجوا الحمد لله على سلامتكم كما قلت، انقضت المده اللي تحكمتوا بها وخرجتي. اول يوم خرجتي كنتي مهتم انك تسمع ما قيل في حقك وانت داخل اسوار السجن، او قلتي لا انا كفى بالله وكيلا انا غلطت وتعاقبت ومازال امامي ملف مازال ما تسدش، مازال نقد الابرام، ونحترم هذه المساله هذه ونبدا حياه جديده، او انني نطلع نصحح المغالطات اللي تقلت واعتذر عن ما بدر مني، لانه قد يكون سهوا بعض الخطرات الانسان تيغلط في حق شي حد بلا ما يعرف، صح ولا لا؟ دابا هو قبل ما نصحوا المغالطات خصنا نكشفوا للراي العام على اشنو وقع، لانه قليل اللي كيعرف اشنو وقع. يعني هذاك اهل مكه ادرى بشعابها، اهل مكه ادرى بشعابها، والناس اللي قراب الملف هما اللي يعرفوا شنو وقع. قلتي واحد الكلمه قبيله، قلتي علاش ما تعترف وتقول راه ذنبت وتعتذر وهذاك الشيء. انا كنقولها لك بالفعل، اللي دار راسه في النخاله كينقبوا الدجاج، كينقبوا الدجاج. والله العلي العظيم كنحييك على هذه الكلمه. لو اني لم اقل كلمه ما سهلاش صح، وتحدث مع صاحب الحساب، راني الحمد لله دوزت السنتين تاعنا رفقة افراد العائله ديالي، وتانا كان درت الحجر وداك الشيء. وكما قال سيدي محمد، قال لك اللي دار راسو في النخاله كينقبوا الدجاج. مثال واضح وصريح، غنخرجوا به فاصل باش نستقبلوا مكالمات الناس وناخذوا الراي والراي الاخر بطبيعه الحال. ولكن دابا نبدا ولا اللي دار راسو في النخاله ينقبوا الدجاج، كلمة جد معبرة حقيقة. في انتظار ناخذوا مكالمات. مرحبا مرحبا مرحبا. اي هو قبل ما اذا ممكن قبل ما ناخذوا المكالمات اكيد بطبيعة الحال تفضل نكملوا بخصوص الملف. ايه انه هذا انا خديتك غير فاصل. مرحبا. ايه فاصل وانا معاك، كمل وقول لي اللي في قلبك وافتح قلبك. مرحبا. وخبي لي يا خويا شي كويس داسي، انا بغيت نشرب كويس داسي الصراحه. انا ما تنعرفش نخويا تاي. يلا فاصل متابعينا الاعزاء ونعود مع ضيفي الكريمين اللاتي ليلى سي محمد الضاير والاخ عدنان سكين اللي جاونا من مدينه البهجه مدينه مراكش، وتحيه لساكنه مراكش. مراكش يا سيدي. صوت الدنيا ولحم سكين، شلل المنقاص يا مشاكي، صوت الدنيا ولحم سكين. وخيرك لنا نشوفو غير، وخيرك لنا نشوفو غير، حياة حزينة مع شوفي، حياتي اللي حياة حزينة مع شوفي. صافية ما تعرف غياب، هاي هاي هاي، أرض تغني زاهية مفروشة سلام سلام يا سلام، وعيشي عيشي يا بلادي عيشي،
يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة فايدة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضاء بالجود وبالخير ونوصف محاسن ليلى مكمولت لوصف ليلى مكمولت لوصف مكمولت لوصف مكمولت لوصف عروسة محروسة فاح منك مس وعبير ليلى مكمولت لوصف ومكمولت لوصف مكمولت لوصف نوصف محاسن ليلى مكمولت لوصف ليلى مكمولة لوصف ومكمولة لوصف مكمولة لوصف عروسة محروسة فاح منك مس وعبير ليلى مكمولة لوصف مكمولة لوصف مكمولة لوصف وانتي راح تروح كل من زار وشم هواي واسمع فيك الطير كيس مفح باسم القدير يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي هي 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 عايشي عايشي يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي عايشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عايشي عايشي يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة فايضة بالجود وبالخير يا والقى ما زال بحب يوطن توب
وتبارك جهاد وما حقق من أعمال سيدنا، وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب سيدنا، وتبارك جهاد وما حقق من أعمال سيدنا، وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب سيدنا، تدعي له بالتوفيق ورضا وحسن التدبير يا بلادي، عيشي عيشي يا بلادي حتى يتحقق رجاء والقصد المطلوب يا بلادي، عيشي عيشي يا بلادي تدعيله بالتوفيق ورضا وحسن التدبير يا بلادي، عيشي عيشي يا بلادي حتى يتحقق رجاء والقصد المطلوب يا بلادي، عيشي عيشي يا بلادي عيشي 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 يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير، وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة وطيبة بالجود وبالخير، وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير، وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضة بالجود وبالخير. عدنا والعود أحمد مع ضيفي الكريمين سيد محمد ظاهر والأخ عدنان سكين. محمد نرجع معك وتكمل لي كلامك. خلينا الأخت سميرة في الأطوار نتاع المحاكمة. هنا كنقول لك بأنه الضغوطات اللي تمارست والإكراهات اللي كانت ديك الوقت، لأنه لدرجة أنه مشاو للدفاع ديالنا، شوف الدرجه نتاع الوقاحه فين وصلت بهاد الناس، مشاو للدفاع ديالنا وبداو كيهددوا حتى الدفاع ديالنا باش ينسحب. ومن هاد المنبر كنوجه تحيه نتاع الشكر والتقدير للاستاذ ديالي الاخ عبد الله تشفين، اللي كنحييه لانه صمد وقاوم هذوك الناس لحتى الاخر رمق من اطوار المحاكمه، لانه ما رضخش للضغوطات، ما رضخش للتهديدات. كيف جميع الدفاع اللي كان نتاع المتهمين، اللي هذا راه حق الدفاع حق مكفول، وهاد الناس مشاو كيهددوا حتى في الدفاع، كيقولوا لي الا ما انسحبتيش غنمشيو نجبدوا لك ملفات نديروا ليك وهذا وهذا. معليش غادي نقطعك وناخذ اول اتصال معنا في هذه الليله من السيد عبد الرحيم من اكادير، وتحيه لساكنه اكادير. مساء النور سيدي عبد الرحيم. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف الحال اختي الكريمه؟ الله يطول لي عمرك. ارفع صوتك شويه باش نسمعك. مرحبا، نحييكم على هذا اللقاء الجد جيد والكبير، وكنحييو كذلك الاخ محمد ظاهر على النيه ديالو، وكذلك الاخ عادل عدنان سكين على الترحاب ديالو اللي قال الكلام. الو وي كنسمعك اخويا تفضل. مرحبا، بالخصوص باش ندخلوا ديريكت الاخوان ديالنا الكرام، كنحييكم كما قلنا. بالخصوص نهضر على السي محمد ظاهر، انا من المتبعين ديال السي محمد ظاهر فلاسين ديالو هادي ملي كان في مع الشريك ديالو السابق، والسي مظاهر كاع تبعت الحلقات ديالتو اللي دار من خروج ديالو للسجن من جهه هاد القضيه ديال الحساب حمزه مبيبي. السيد كيهضر بحرقه، السيد كيهضر وهو كحاس براسو، ماشي حاس براسو مظلوم، لكن الله يغفر فيها الذنوب في هاد دوزون اللي دوزها. وحنا كمتبعين وحنا مشينا مع هاد المسير المبيبي ديالو. الو الظاهر بغينا نعرفوا سيدي عبد الرحيم. السيد محمد الظاهر هو معاك وكيسمعك خويا. مرحبا
قلت لك الاخت كريمه. الو كنسمعوك استاذ كنسمعوك. حنا في السماع. تفضل اخويا كمل معك. سيمو. نعم اخويا. نعم كنسمعك. مرحبا اخويا وكنحييك. كاين واحد شويه تاع التشويش. يمكن الاخ اللي كيتصل بينا المكان اللي فيه ما عندوش الريزو مزيان. الا كنتي في السماع قطع وعاود اتصل بينا. حنا مازال معاك حتى ناخذ المكالمه ديالك. خويا محمد معليش المكالمه جات وقطعت كلام. قلت لك الاخت سميره انه حتى من الدفاع ديالنا ما سلمش من هذه الضغوطات وما سلمش من التشويش، ولكن كنحييهم لانهم صمدوا واستمروا حتى اخر لحظه. من بعد هاد الناس اللي هما كانوا كيروجوا علينا هاد المغالطات، كانوا كيروجوا عنا هاد الاكاذيب، هادو كانوا كيغلطوا الراي العام. واحد النهار حتى لقيناهم حتى هما خلف القضبان وملفات اللي هي جد خطيره. هنا كيقول لك واحد المثل كنقولوا حنا بالعربيه، راه اللي ما صبنش اليوم يصبن غدا. هذه دار الصابون كما تنقول. وكل ما جرات المعزه في قرون الجبل كتوديه في دار الدباغ. يا ما نعتونا يا ما قصفوا فينا. والله يوم امس كنشوف واحد الفيديو، والله الا كثرت ما جاني الضحك. وغتبقى ديما ضحك ان شاء الله. وغادي نمشيو ناخذوا السيد منصف من مدينه الدار البيضاء. مساء النور سي منصف. الو سي منصف قطع وقطع لينا كلام الاخ داير. البارح كنشوف واحد الفيديو نتاع واحد الشخص في امريكا كيخرج وكيقول في الفيديو بانه ظاهر محمد راه جبد اشخاص في هذا الملف هذا وباح بهم، ومن ضمن هاد الاشخاص الله الا اشخاص الله ما كنعرفهم، وكاينين حتى اشخاص اليوم اشخاص لا علاقه لهم بما تم ترويجه. لهنا كيبان لك هاد الناس هادو هيجي بيا فمو قول، ما عندهم درايه بالملف، ما عندهم اطلاع بالملف. كانوا كيتلقاو هادشي كاع اللي وقع، كانوا كيتلقاو تيتلقنوا معلومات كيتوصلوا بهم وكيعاودوا ينشروهم. ما كيبحثوش باش يعرفوا الحقيقه شنو واقع. كيجي هادوك الاشخاص اللي هما معروفين، قالوا فلان هاش تقول هاش تقول هاش تقول هاش تقول هاش تقول، كيعاود يكرر حتى هو هذاك الشيء. عاودتني عيط ليه واحد اخر فلترت اللان هاش تقول هاش تقول هاش تقول هاش تقول، عكس الحقيقه عكس الواقع. لانه قلت لك والله الا البارح الا كنشوف ظاهر وراه جباد اكس، ظاهر جباد ايغريك، وانا هاد الناس ما عندي بهم حتى شي علاقه. راه ظاهر جبد واحد الشخص كان متورط في الدعاره، راه هو ظاهر راه جبد واحد الشخص عنده واحد المطعم ولا واحد الملهاليلي، ظاهر راه جبد واحد الشخص كيشرف على تسيير واحد المطعم. لكن هذا الكلام اللي كتقول بانه انت شائعات وروجت في حقك، هذا ما راهش حين ايام المحاكمه كانت كتروج هذا كيروج هذا الكلام كيروج بشده. وانا هين هاد الناس هادو اللي ذكر، بغيتي نذكر الاسماء ديالهم؟ لا بدون ذكر اسامي. ما انا كنعطيك اشاره انت التقطيها. هاد الشخص اللي دار هاد الفيديو قال ظاهر راه عطاوه جوج تبربيقات، انا شوف كنضربو حتى في المصداقيه نتاع الامن. ظاهر عطاوه جوج تبربيقات وراه قر بواحد الشخص كي عنده كتشوف بانه القنوات كيسترزقوا بحال هاد المواضيع مثلا. واش كنقول لك انا اللي كان تيشد تخاصموا كاع بيناتهم ياك سيدي. والله الا تخاصموا بيناتهم. قال لي انت عطيتيه، علاش عطيتيه انت يا مع احترامنا 5000 دولار 5000 دولار وانا شديتيه 500 دولار وما يقلبوها بيناتهم وهذاك الشيء. الله يستر الله يستر. ودابا حنايا كتقولوا لنا عصابه، ايوا انتم اللي شديتوا هذا الشيء هذا باش تشوهونا اش تكونوا الا حنا عصابه.
ملي كنقولوا شديتي هذا الشيء غادي نبقى معك فني شديتو هذا الشيء وغادي نمشي ناخذ اول اتصال من مدينه الدار البيضاء وتحيه لساكنه الدار البيضاء تحيه للسي هشام مساء النور خويا هشام مساء النور اخت سميره مساء النور مرحبا بك انت معي على الهواء مباشره الطاقم التقني ديال شوف تي في مرحبا بك وتحيه كبيره للسي ظاهر والسي ساكين اللي معكم شكرا جزيلا مرحبا بك اولا بعدا كنقول للسي محمد ظاهر اولا الله يجعل مغفره للذنوب اخويا امين بارك الله فيك وهذيك غير فتره ديال حجر الصحي دوزتي انت بحال المغاربه كاملين اخويا انا من اشد المتتبعين ديالك ومتتبعين لهذا الملف هذا من يعني منين يلا بدا النقاش في هذا الملف هذا انا عندي غير واحد سؤال بسيط يعني انه متى تمت الادانه ديالكم نتوما في هذا الملف هذا يعني على اعتبار ان الحيثيات اللي كانت محاطه وذاك الصداع اللي كان على هذا الملف هذا راه ربما كنشوف انه خدا واحد الحجم اللي هو اكبر منه لواحد الدرجه ما كتصورش على اعتبار انه الا جينا نشوفوا مثلا العديد من القنوات اللي كاينه دابا مالها يعني كيخرجوا يعني اش غادي نقول لك يعني باساءات الاناس باسمائهم وما كتمش يعني المتابعه ديالهم وبعض الاحيان يعني اساءات هي اللي هي كبيره المنظومات اللي هي منظومات سياسيه منظومات حكوميه يعني بغيت نشوف غير كتعطيوني غير واحد مثلا واحد اوجه التشابه بين هذا الملف ديالكم اللي هما كنتم متابعين فيه وهاد الملفات هادو مثلا المحاطه حنا كنشوفوا العديد من القنوات يعني يوميا مواليها كيخرجوا باتهامات وكيخرجوا باساءات وتشهير للعديد من الاناس سواء فنانه سواء سياسيين سواء رياضيين يعني وما كنشوفوش ان هاد الملفات كتاخذ واحد الحجم اللي هو كبير بحال الملف ديالكم انا كنظن وجهه نظر ديالي شخصيه انا كنظن ان الملف ديالكم خدا واحد التضخيم اللي هو كبير وهذاك التضخيم ربما انه لعب ضدكم فهذا الشيء اللي كادي نشوف انا من وجهه نظر ديالي المتواضعه وتحيتي كبيره لك اخويا سي محمد ظاهر والسي سكين والاخت سميره وشكرا ملي كنشوفوا الحمد لله كنشوفوا يعني جلسات بحال هادو يعني كنشوفوا مع كامل احتراماتي الاخت سميره يعني انه الانسانه اللي كانت متضرره من هذا الملف وهي الان هي مصادفاكم يعني في 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 بلاطو يعني هذا الشيء راه كيبشر بالخير ان شاء الله شكرا سي هشام من مدينه الدار البيضاء والاخ ظاهر معك وغادي يجاوبك على تسؤال انا غادي نتمم ليه الفكره اللي قال الاخ اللي اتصل مؤخرا غادي نطرحوا التساؤل هاد الاشخاص اللي هما ضحايا طرف مدني في هذا الملف مزيان تم الانتقام لهم ما كنقولوش ماشي بعض العباره ماشي تم الانتقام لهم ولكن تم انصافهم يعني تم انصافهم انصافهم مع احترامنا لكل الضحايا يعني احترامنا لكم ولكل ايوا حنا ديك الساعه ملي كنا تنتعرضوا للقصف والسبان والمعيور والاتهامات شكون اللي حنا ديك الساعه اللي حمينا هذا سؤال موجه لي هذا الجميع للجميع قلتي عندما كنت تتعرض انا شوف انا شهاده لله وكل واحد كنعطيه حقه راه المؤسسه وحده نتاع الدوله هي اللي حماتنا هي اداره السجون لانه مباشره ما تم الايداع ديالي في السجن ناضوا هاد الاشخاص جي شي واحد الشخص وقالوا ليه قول راه ظاهر راه مباشره ما تم الايداع ديالو في السجن راه مشى للمطبخ وانا باقي معتقل احتياطي ومشيت للمطبخ راه المطبخ ما تيمشيو ليه حتى كتحكم بعدا عاد كتمشي وما كت والا كانت عندك المده نتاع الحكم كتجاوز واحد 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 عدد تاع الشهور معين ما يمكنش تمشي للمطبخ انا باقي معتقل احتياطي وخرج واحد داد الفاهم وتيقول داير اللهم انا دمنكر داير داو الكوزينه وهنا المندوبيه العامه لاداره السجون خرجت بلاغ ولكن شكون المؤسسه نتاع الدوله اللي حدات الحد ونتاع هاد الاداره باش تحمينا حتى حنا ملي كنا كنتعرضوا لهاد التشهير والسب والقذف والاساءه لينا والافراد العائله ديالنا حتى واحد حنا ما حمانا لا هي بلاتي الاخت سميره ما تقطعينيش لا معايا اتصال شكون اللي حمانا انت معايا انت ضيفي اليوم وغادي تقول كل اللي بغيتي غير معايا اتصال معايا السيد على التليفون ما بغيناش يبقى يتسنى
معايا ياسين من اي مدينه؟ من مدينه اكادير. سي ياسين مساء النور. مساء الخير مدام سميره، كي دايره؟ بخير. الله يطولي عمرك، مرحبا بك، انت معنا اليوم مع الهواء مباشره. اي شكرا بزاف، بارك الله فيكم. العفو. اول حاجه بعدا كنقول للمسيو محمد الطاهر هذا سلامتو بعدا، محبينك ما شاء الله. اي وحنا راه المتبعين ديالهم من شحال هذه، وصراحه فرحنا دابا من الاخراج، وكنتمنى غير عندي سؤال واحد، اذا كان ممكن غير يوضح لينا هذا الملف ديال حمزه مبيبي، باقي فيه بزاف ديال الغموض واللي مازال ما عارفين بالضبط بزاف، يعني شي حوايج لي يعني لك بغينا اذا كان شي تفاصيل من الناحيه ديال محمد الطاهر يعطينا بزاف ديال المعطيات. هذا هو السؤال ديالي. شكرا على السؤال ديالك السي محمد الطاهر، معاك وغادي نجاوبك. إذا سمعتي السؤال جيدا عاود يطرحيه عليا. لا سمعت. قال بانه بغاك توضح له، تعطيه حيثيات وتوضيح اكثر على حساب حمزه مومبيبي. انا ما عندي ما نوضح بخصوص هذا حمزه مومبيبي. يمكن الاخ كان يدخل معنا معتول كان فما شافش. انا كندوي بخصوص كيف تم اقحامي في هذا الملف، وكيف عشنا الاطوار تاع المحاكمه، وكيف تم الادانه ديالنا. محمد كتقول اقحامك، كنقولوا اقحام يعني انا اقحمت لسبب ما. من طبيعه الحال انا تم الاقحام. انا نقول لك لا سميره، انا تم الاقحام ديالي في الملف مباشرا بعد الشكايه اللي دار هذاك السيد. لولا ديك الشكايه لا تم اقحامي انا في الملف. كتقول انه لولا شكايه لا ما كانش غادي يتم اقحام ديالك في الملف، وتم اقحامك في الملف، وتم توجيه الاتهامات اليك، وبناء على تلك الاتهامات التي هي كانت ضمن ملف حمزه مومبيبي ودينت بسنتين سجن نافذة. لازال السيد مصر على انه ياخذ جواب منك. يمكن الاخ ياسين انه ما تابعش معنا الحلقه من الاول، انما بعد نهايه الحلقه الا رجعتي غادي تلقى الاخ ظاهر جاوب على جميع الاسئله المطروحه بخصوص ملف حمزه مومبيبي في البدايه ديالو. هذا هو السؤال اللي كان من السيد. انا شوف الشكايه دارت في شهر 7، انا ما جاو عندي الفرقه الوطنيه حتى لشهر 9، يعني كون ظاهر عنده يد في هذا الشيء هذا راه كون جاو عندي من الاول من اللي تحطات الشكايه، ولكن داروا ابحاث كانوا ابحاث وما جاو عندي. انا كنت من الاخرين، انا ما جيت حتى الاخر، انا وعدنا انا متى الاخر عاد جاو عندنا حنا حتى لشهر 9. ديك الساعه كانوا ملفات اخرين رائجين، تم الايقاف نتاع بعض الاشخاص، كذلك تم الايقاف نتاع ذاك رجل الامن هنا اللي في مدينه الدار البيضاء اللي حتى هو تورط في الملف، حتى هو تم الادانه ديالو ب 10 اشهر. هذا هو اللي قلت لك سبب نتاع اقحام ظاهر محمد في الملف، هو الشكايه. وكان هذا هو سبب اقحام محمد ظاهر في الملف. وغادي نمشيو نرجعوا الاخ عبد الرحيم من مدينه اكادير، معليش كلها اتصالات طالبين يتكلموا معك. سي عبد الرحيم مرحبا بك. مرحبا اختنا الكريمه. الله يطول عمرك. مرحبا قبيلات لاله، كنت في بلاصه ما فيهاش الرزو الو دابا مزيان. بالنسبه نكمل الهضره ديالتي كنحييكم بعدا. بالنسبه لسي محمد ظاهر، حنا من الديبار حنا قبل من هاد الضجه ديال حمزه مومبي حنا كنتابعوا هاد السيد، وانا بدات من المتابعين ديال هاد السيد وكنشيد به اللي هو اليوم زين، اللي ملي خرج سي محمد ظاهر من السجن دار فيديوهات قال فيهم الصراحه ديالته، اللي صراحه حنا ملي كان في السجن شفنا فيه القيل والقال بزاف د الهضرات قالوها الاعداء ديالو، هاد الناس بغاو يطيحوا به، انا ما غاديش ندافع عليه، لكن الواقع يتقال، شبكة الدعارة، التجارة في البشر، شلا حوايج صافي لونطون شي بزاف. واليوم الحمد لله محمد الظاهر خرج لوليداتو بخير وعلى خير، وجلس معكم في البلاطو ديالكم، وهو اليوم كيهضر بواحد الرياحية، حنا قرينا الهضرة ديالته، قرينا حتى لونكاج باش كيهضر السيد مرتاح، ما ديرش ما تخاف كما كنقولوا حنا. فيما يخص الو تفضل حنا كنسمعك ونفسي معاك. يخص الطرف الثاني اللي هو عدنان الصمت ديالو، عدنان الصمت ديالو ما كانش عليه يسكت، الوغ عدنان كان عليه يهضر حتى هو، من حيث ما ننساوش بانه كان دار اللقاء مع السي محمد ظاهر، هو فمو قال لهم على ما يبدو. الاخ سي عبد الرحيم معليش انك ما تابعتيش معايا اللقاء جيدا. لا هذا السؤال تطرح على الاخ عدنان سكين وجاوب، اذا كان سؤالك بخصوص اللقاء اللي جا
الهجره عندنا نسكن مع السي محمد الظاهر. اوكي مزيان، اوكي مزيان. المنرجع السي محمد الظاهر اللي هو كما كنقولوا ليه هو كل شيء عليه، كل شيء تقلب على امريكان ضده وبرلين ضده، حنا عارفين اللي جوتي بوردات اللي خدامين بغاو يطيحوه، وصراحه طيحوه ولكن راه ما طيحوش كامل، خرج بخير. اليوم القضاء المغربي قضاء جميل جدا. اكيد طبعا. لان القضاء الحمد لله المسطره راه مازال ما سالت في هذا لافير. المسطره اكيد غادي يعرفوا شكون هو هذا حمزه منبيبي اللي المجتمع المغربي كامل باغي يعرف، حنا بغينا نعرفوه. باش انا نجيب السي محمد الظاهر اللي ولد مراكش، اللي السيد شخصيه معروفه على صعيد الوطن، كبر بالناس ودار بالناس وكبر بالناس ودفع الناس اللي قدام وتمنى الخير للناس اللي قدام، ولاد كبيره راه عليه الورود. لكن الكلام كيتقال، ما غاديش نلوح عليه الورود على السي محمد الظاهر جالس معاكم لا قال لي هضر، لا الورود غادي نقولها من نيتي لذاك السيد. حنا ما غاديش نكرو اللوجيستات اللي دار ولاد بلادو كاع، حنا بعاد عليه ولاد بلادو كاع، وشاو الناس بغاو يطيحوه علاش هذا الشيء كامل. ليليو الو سي محمد كتسمعني؟ كتسمعوا؟ كنسمعوا لكن كاين بعض شويش. الصوت عندك شويش. لا شوف الا سمعتيها الاخت سميره عكسي عليا شنو نجاوبوا ماشي مشكل. تفضل اخويا انا كنسمعك. اوكي بغيت نقول لسي محمد الظاهر، بغيت نقول ليه بانه هو المسار ديالو خص ما يتلاش ما يوقفش. هاد المسطره ديال حمزه منبيبي الحمد لله راه عارف كل واحد كما كنقولوا طلقتك على وجهك. سي محمد الظاهر انسان جميل وانسان كيدخل للخاطر اي واحد، حنا نحييوه وحنا نطلبوا ليه الخير ونتمنوا ليه يواصل المسيره ديالو في اليوتيوبات ديالو في القناه ديالو بالفيديوهات ديالو. الحمد لله راه ولد الناس، راه ولاد الناس. وباش ما نطولش في الكلام ديالي كنحييكم وكنحيي الاخ عدنان الساكني كنحييه. الطريقه باش كيهضر عدنان الساكني خصها تكون اوفر. طلقتي شويه حبيبي في خاطرك وهضرتي شويه وما تغبش راك عزيز وراك حتى حاسين بك، غير دافع على راسك كما كنقولوا. طلقتي شويه قد مزيان. وشكرا لك الاخت مولات الحلقه والتحيه لك ونتمنى لكم تكون على خير. مولات الحلقه كتقول لك شكرا متبادل وتبارك الله عليك سي عبد الرحيم. ربما الاخوان عندي ما كانوش كيتسمعوا لك، هو اكثر كلامه كان موجه للاخ عدنان السكين، قال لك تطلق وهضر ودافع على راسك. هو اولا ليس في محكمه باش يدافع على راسه، حنا في برنامج نوضح بعض المغالطات، كلها شخص فيهم كيقول اللي عنده كيفتحوا قلبهم. احنا ما مع حد، ما ضد حد. بناء على الرغبه ديالك سيدي غنتوجهوا بالسؤال لعدنان سكين، وفعلا هذا ما لمسته انا شخصيا في عدنان. عدنان ساكت، عدنان ما عرفتش، لربما نقدر انا نقول نفسر انه السجن تيكون قاسي، التجربه كتكون قاسيه، خصوصا عدنان راكب فوق الفيراري ما شاء الله. فين هي الفيراري البيضاء؟ بعتيها فيراري ديالك كنز ديالك ياك يعني ديالك ماشي كما كان يروج ويقال ويشاع انك اعطاه لك شي واحد او ما الى ذلك. انا عندي شركه ديال السيارات زعما، يعني انت كتملك شركه لتاجير السيارات غير الفيراري ولا اي طوموبيل عادي ماشي شي حاجه. والله يعوضك ما احسن منها ان شاء الله باذن الله. كما قلت لربما حدسي الخاص انا كنشوف بانه لربما عدنان مازال مأثر شويه ياك. لا ماشي مأثر دابا، وماشي عيب على فكره الانسان يكون سكات دابا كيف كيقولوا لا عندك الحنش كتولي كتخاف من الحبل، فهمتي؟ لهالدرجه يعني عدنان كتولي كتخاف تخرج شي كلمه وتحاسب عليها فهمتي؟ صح كيما غلطتي قبل يعني كيما كنقولوا لسانك دارها لك. يعني هادي تبي تهضر خصك تفكر فيها وتعرف شنو غنقول وشنو ما غنقولش، راك عارفه هي كلمه كتولي يعني كتولي صح. من قال انه الانسان السجن تيكون مدرسه، الانسان تيتعلم، ما غاديش نقول لك تيتربى، الحياه كلها مدرسه من غير كل انسان راه مربين والدين احسن تربيه. اللهم الشيطان تيغر كما ولكن بالنسبه للسكوت بالخصوص فاش كنكونوا كنهضروا في هذا الموضوع بالضبط في هذا الموضوع يعني شي حاجه متعلقه بحمزه يعني تنبقى كندورها في راسي تنخاف نخرج شي ما اللي بسيطه عاديه. علاش بحال كوبيله سولتي قلتي لي قلتي لي انت راه قلتي باللي راه صاحب الحساب في الانترفيو اللي درت مع سيمون طاير قلتي راه صديق ديالي. انا قلت صديق ديالي في سناب شات بحالي بحال كاع الناس
يعني مهما ضيفو دير لي الاضافه عندي حتى هو سميتو ماشي انا بوحدي اللي دير لي هكاك غادي تجيو نص في المغرب ويمشيو يجيبوا الناس اخرين من برا باش يجمعوا كل شيء منين تيهضروا معاه بزاف الناس. معليش هو خاطب العاقل بما يعقل كما كنقولوا. وغادي نعاود نقول لك نفس السؤال، يعني عدنان اللي بغيتي توصل لي هو انك انت تحسبتي هاد السنتين غير لمجرد انك توصلتي مع الحساب صافي هادشي لا يعقل يا اخي. حيتاش انا ما عنديش انايا في نظرك واش انا مغني ولا فنان ولا ممثل ولا اللي عندي شي مشكل مع شي واحد اللي بنقول ليه ولا ندير ليه. انا ما عنديش مشكل مع حتى شي واحد، ما كنعرف حتى شي واحد. يعني يعني لي. يعني عدنان من ضمن الاسئله التي تطرح امامي، يعني عدنان ما رسلتيش صور مثلا الناس لذاك الحساب وقلتي له شهر لي بفلان، ما ابتزيتيش اشخاص معينين، ما نكمل لك وما ساومتيش ناس. ف سنتين سجن فقط، هذا ما العهد على من يدعى وانت من تدعي، سنتين فقط انك تواصلتي مع الحساب. نقول لك واحد الحاجه، دابا هاد الناس هادو اللي بين نصيفط الصور ديالهم ولا منين غنجيبهم انايا هاد الصور ولا معلومات عليهم، وهما هاد الناس وقفوا في المحكمه وقت استسمن، واش كتعرف زعما بينك وبين هاد السيد شعر الناس؟ انا غادي نجاوبك على هاد النقطه. الناس معلومات عليهم الضحايا اشتكوا بالحساب، لربما انا كنت الوحيده اللي اشتكيت. انا غادي نرجع لك، انا لا نقطعك انا فاش ما اشتكوش بالحساب، هذا ما هادشي اللي قالوا. لا 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 كيقولوا هما باللي هذوك الناس عندهم علاقه بصاحب الحساب. هذا غلط. انه نعطي مثال، واحد الفنانه شكات بظاهر رغم انني ما كنعرفهاش، والله ما كنعرفها، دعات ظاهر وفي محضر الاستماع ديالها قالت ظاهر، وفي الاوديو اللي مسرب ديالها قالت ظاهر غنصيفطو للحبس، وقالت هذا الملف انا وصلته لسيدنا، وهي محظوظه بعد مني وصلته لسيدنا، انا سيدنا كنشوفه في التلفازه. سيدنا على راسنا حفظه الله ونصره. بطبيعه الحال وحنا الرعايا ديالو. ما هي كتقول في الاوديو اللي مسرب وراه سمع الجميع. غادي نرجع لك. ما تقاطعينيش انا سميرة. ما نقاطعكش لان السؤال كان موجه ليه هو. لا انا كنصحح لك. كنصحح لك، هي دارت بيا انا شي حيت قلتي لي لا داروا شكايه بالحساب. هادشي اللي تقال لا هادشي تقال هادشي تقال في المناظر الاعلاميه. انا نصحح لك، دارت شكايه بظاهر وظاهر ماشي جمع الضحايا، السماع ديالها قالت ظاهر ماشي جمع الضحايا. ماشي جمع الضحايا كلهم شكاو بك، نشكاو بكم بالاسم وبالاسماء ديالنا، راك الشكايه كاينه. ولكن عكس ما قال عدنان دابا، انا كنهضر بخصوص عدنان، قال بانه هو ضروري شكاو صاحب الحساب حيتاش ذاك الحساب هو اللي سال هذوك. هذا هو السؤال المطروح. ولكن هما كيقولوا بلي راه هاد السيد وهاد السيد وهاد مجموعه ديال الاشخاص اللي كاين اللي ما تعتقلوا ما تحاسبوا على حتى حاجه. شكون هاد الاشخاص؟ ما غاديش نقدر نقول نسمي لك انا شي واحد. المهم اشخاص كانوا في الملف او لا برا الملف؟ في الشكايه. في الشكايه في الاول، يعني هما شكاو بصاحب الحساب اللي سالهم، وما تيقولوا بلا شك كاين في هاد مجموعه الاشخاص بالاسماء. علاش؟ حيتاش هادوك اكثر من 20 شخص تقريبا بالاسماء. انما الظاهر كانوا اشخاص عاديين، يعني قلال ماشي هادشي راه عشتيها. لا سامحني انا معاك، انا فيهم الاسماء، ما تقوليش شكاو بالحساب، فيهم الاسماء، ولكن انا البعض من الضحايا قالوا بانهم شكاو بالحساب فقط، ما شكاوش بالاسماء. شكون ما قالوش؟ حنا ما غاديش نذكروا اسماء بطبيعه الحال، انا كنقول لك البعض من الضحايا ماشي كلشي. انا واخا انا نصح لك، شي قال البعض وشي قال الاسماء وشي كاع تسربوا الاوديوات ديالو. اشنو قال في الاوديوات؟ وقال هذاك داير غادي نصيفطوه للحبس هو وفلان وعدنان وسكينه. انا غادي نرجع معك وغادي نرجع لعدنان في نفس السياق اللي كنا كنتكلموا فيه انا وياك. قلتي بانه بعض الناس سولوهم قالوا حنا ما كنعرفوش، انما التحقيقات اثبتت انه مثلا تورطك في الملف. هذا الى بناء على انا تنجاوبك على ما تقال من لسانك. فهمتيني؟ لا فهمت، ولكن انت ما فهمتينيش شنو قلت لك. تفضل شرح لي. مرحبا.
دوك الناس يعني ديك الاساءه فين شافوها؟ شافوها في هذاك الحساب يعني بيشكوا في ذاك الحساب. مثلا فاش اجي يقول لك هذاك الحساب شكينا به، ولكن راه عندنا الساكن راه بان لينا دار واحد الانترفيو تيهضر على ذاك الحساب، يعني عنده علاقه يعني ديك الهضره اللي هضرت مثلا سميتو ورطتني مثلا هي اللي كانت سبب الورطه ديالك. معليش عندنا نخليك معايا وغادي ناخذ اتصال من باريس عاصمه الاضواء والسي ياسين مرحبا بك. معليش الاخ يونس مرحبا بك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي. مساء الخير. تحيه لك وتحيه لجميع الجاليه المغربيه المقيمه بباريس. اخ ظهير يقدر انا تنعرفك يقدر انت تعرفني سيغمون، انا راه ولد مراكش وولد بالبكار كيفاش تنعرفك شخصيا. مهم هذاك كشهاده سي ظهير انسان تخلق ماشي ديال هادشي كلشي، ماشي ديال هاد المواضيع، ماشي ديال هاد الفيلم بالمراكشيه ديالنا، يعني انه هاد الفيلم كبر منه بزاف، كبر منه. شنو هو هاد الفيلم سي يونس؟ نعم نعم تامر. شنو هو هاد الفيلم اللي قلتي؟ هاد الفيلم يعني انا دويت دابا من مراكش هاد الفيلم، هاد الموضوع كامل وهاد القضيه اللي طرات وهاد الاحداث هادي كبر من سي ظهير بزاف. سي ظهير تنعرفو انا قلت لك هادي شهاده من عندي تنعرفو شخصيا، انسان متخلق ماشي ديال هادشي. هادي كنقطه باش ما نطولش بزاف فهمتو. وعندي ملاحظه اخ ظهير، كنت نتمنى نشوفك في واحد اللقاء اللي احسن بوتيتر من هذا، لانه الاخت سميره وهذاك هذاك نظر ديالي ها فوالا. اخت سميره سمحي لي انا كنسمعك تفضل قول. ما خليتيش الاخ السي ظهير يتكلم، وضعتيه الفرصه باش يتكلم اكثر، لانه شوفي لاشتو الملاحظات ديال المتابعين كلشي تيقول لك الاخت سميره الله يخليك خلي السي ظهير يتكلم. وهل يعقل يا اخي معليش غادي معليش بإيجاز بإيجاز، وهل يعقل انا جاي بضيف من مدينه مراكش باش ما نخليهش يتكلم؟ كتسمعني يا سيونس؟ سي ظهير جانك بحال سيونس كتسمعني؟ هي تسمعك تسمعك اختي سميرة. قلت لك هل يعقل انني جايب ناس من مراكش باش ما نخليهش يتكلم؟ الحديث اخذ ورد، اخذ وعطاء، اسئله تطرح كنقلها ليه هو كيجاوب عليها، هذا فقط للتوضيح لشخصك الكريم. تفضل. اي هذا هيك هي راه نتفق معك، ولكن هذاك لو طون اللي هو تيتكلم اللي بان لينا حنا، مش انا ماشي انا بوحدي اللي بان لي هادشي، وانه هذاك لو طون قليل بارابور مع لو طون اللي تشدتي انت. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ يعني انا وجانك بحال جديد. مرحبا عاوتاني ملاحظتك على راسي من فوق. مرحبا سيدي. ماشي كضيف اللي خاصو يوضح ويبين الحقائق ويبين كيفاش عاش المرحله ديال السجن ديالو وكيفاش فاش هاد المسائل. هذاك رايي ما غاديش نطول عليكم بزاف. لا مرحبا، رايك على الراس على راسنا من فوق. مرحبا خويا. مرحبا، شكرا سيونس من باريس. بايجاز قلتي ما خليتش الاخ محمد داري يحكي على المرحله كيفاش دوزها في السجن، لربما طرحت السؤال الاول والثاني والثالث في نفس السياق وهو ينفي او ياكد مع الاخ عدنان. وغادي نرجع للسي محمد الظاهر وله من الوقت الكافي ويتكلم في اللي يبغى. تفضل خويا. ضروري خصنا نفهموها اللي هي قلتي بانه داروا شكايه بالحساب، الشكايه دارت بالاسماء وضافت لها شكايه انت عاد السيده هذه، وهاد السيده تسربوا اوديويات ديالها كتقول فيهم هادشي في شهر 8. انا ما جاو عندي حتى لشهر 9، في شهر 8 في البدايه ديالو كتقول هذاك ظاهر وعدنان وسكينه غنصيفطهم للودايا. هاكا الاوديو راه كاين، بغيتونا نتسربوا ونسربوا يعاودوا يسمعوه الناس. ولكن الحمد لله حنا كنفتخروا بالقضاء ديالنا، الشكايه نتاع هاد السيده هادي القضاء عطاني فيها البراءه، لانني والله شاهد ما كنعرفها. ونتحدى شي واحد يجيب شي فيديو ظاهر تكلم على هاد السيده. اذن ظلمتيني وذنوب ولادي ديا وذنوب ولادي على رقبتك حتى لغدا يوم الدين، وما نسمح لك لا انا ولا والديا، لانك انت مور هاد الشيء هذا كامل. الا انت كتعناي بشي شخص حنا كنتعناو بالله عز وجل صافي، ما كنتعناو حنا بتا شي حد.
الى هاد السيده كتعنى بشي حد ولا مدعمه شي حد، حنا الله عز وجل هو اللي كيحمينا وهو هو السند ديالنا، لانه ظلماتنا وظلمات والدينا وشردتنا على والدينا وتكرفصتنا على ولادنا تنوجهوا الله هو اللي غادي ياخذ فيها الحق. عدنان غادي نرجع معك ونبغي نتكلم معك في بعض التفاصيل الدقيقة. عدنان انتهت المدة السجنية اللي هي سنتين وعانقت الحرية من جديد. الفكر اللي غادي يخرج به عدنان من سامي كاين اللي غادي يقول لك انا يا كتب عليا مكتوب ودوس هذه المدة هذه السجنية بمساوئها بحلاوتها بتجربتها، لانه اي مشكل كيدوز علينا في الحياه ما هو الا تيكون تجربه كنتعلموا منها سواء بالايجاب او بالسلب، او سواء تعود علينا حنايا كاشخاص بالايجاب او بالسلب. عدنان عندما عانقتي الحريه وخرجتي اكيد ما غاديش نسولك على شعورك، شفتي الام ديالك شفتي الاخوان ديالك، هذاك طبعا شعور لا يوصف، لا ربما يقدر يكون حدسي صحيح او خطا، ما اللي كنشوف انا في عينيك وما غاديش نقول رهبه او لا نقول، انما الحبس ما تبغيش تلعتو كما تنقولوا حنا، تجربه شويه غتكون مره وقاصحه وصعيبه. شنو خرجتي من هذه التجربه عدنان؟ وكتستافد بزاف ديال الحوايج، منهم الناس اللي تيكونوا قراب ليك قبل ما يوقع ليك بحال هذا المشكل هذا، من بعد كتعرف باللي ماشي كاع الناس كلهم مزيانين، فهمتي؟ يعني كتولي كتعرف مع مدكلاس مع متهضر شنو كدير، كتستافد بزاف د الحوايج. عاد داك المعاناة اللي كتكون كتعيش في داخل المؤسسة ديال الحرية، فاش كتهضر مثلا في التليفون مع داركم كتحس بواحد الإحساس ما غاديش نقدر نوصفه لك أنا كيفاش داير، زعما كتمرض من الداخل ديالك بزاف، يعني كتفضل ما تهضرش معاهم بزاف. يعني كتلتج زعما دوز شويه الوقت مع الدراري السجناء اللي معاك، تقرا شويه القران، تصلي الصلاه ديال الفوقيته حيت ما عندك ما يدار، يعني دوال الاذان غادي تنوض تصلي توضا، ما عندك شي حاجه اخرى ديرها من غير هادشي، تشوف شويه التلفازه تنعس تفيق تنعس تاكل تفيق صافي، هادشي اللي كاين. كانت تجربه قاسيه بزاف، نقدر نقول بانه مرار هاد التجربه مازال مأثر عليك لهاد اللحظه وانت جالس قدامي شويه. انا بحال قلتي من واحد الناحيه انا ما بقاش فيا الحل من جهه راسي، حيتاش انايا بحال قلتي هذا قضاء الله والقدر، الله ما شاء فعل، هادشي اللي كاين. حنا كنديروا اغلاط، ماشي غادي نقول لك لا انا واحد انسان اللي زعما عادي كلنا خطاؤون الحمد لله، ولكن تقدر ماشي نقول لك ما عمرني درت شي حاجه ماشي هي هاديك، ولا درت ولكن الله فاش يجي بيخلص كيخلق شي حاجه اللي تضحك فيها انت ولا ما على بالكش، لدرجه انني فاش مشيت للسجن حسيت بحال شي حاجه غريبه، زعما واحد شويه غادي يمشي في حاله يطلقوني. وعاد فاش تحكمت بعامين كنتي مازال ما تقبلتيش الواقع؟ ما متقبلش انا، ما قلتش انا كاع فاش تعتقلت وسميتو، ما قلتش زعما غادي توصل لدرجه انه غادي نتحكم بعامين ديال الحبس، من كثيره بزاف. يعني اخر حاجه كنتي توقعها قبيله فاش كتهضري قلتي لا، يعني هادشي داخل في التشير الناس كيجيو كيدوزو 5 شهور 6 شهور 4 شهور 3 شهور ولكن 8 شهور. نعطيك غير كمثال، سؤال كيتطرح قدامي كثيرا كيتكرر، قلتي انا ما غير تواصلت مع الحساب وخديت عامين، لو لم يكن هناك جرم لما غادي تحكم بعامين؟ انا كنطرح لك التساؤلات اللي كتطلع قدامي. دابا انا فهمتك شنو قلتي لي، ولكن بالنسبه لي انا نسى سميره الداودي، انا معاك هنا من موقعي هذا، ما معاك ما ضدك، انا فقط انقل لك ما امام. انا ما كيهمنيش زعما، انا بيني وبين راسي عارف بلي انني ما اجيت حتى واحد،
في هذا الموضوع بالضبط. باش ما عنديش المشكل مع شي واحد انا باش نعاجي، ما عنديش مصلحه زعما ولا كيفاش زعما شنو غادي نجني مورا هاد الشيء انايا ولا. ولكن واحد الغلط اللي درت هو انني بحال مرض بهذا الشيء هذا زعما بغيت ندير هادي كنتي مهووس بالشهره وخصني نبان وحتى داك الحساب كان كيحط صراحه انا باش نكون واقعي معك كان كيحط فيديوهات ابر ولا زعما لا في الدار ديالي ولا مثلا فيديوهات اللي كان في الطوموبيلات ولا شي حاجه ولا يعني بزاف الحوايج كان بان بحال انايا زعما انا راه كندخل لذاك الحساب. ولكن اللي بين نقول لك هو الدري لا ما كندخلش لذاك الحساب. كنت قلت عقل منك؟ قلت عقل وطور وضحك زعما داك الشيء ضحك دايرو انايا زعما عادي انا ما قلتش انا هادشي كاع بيوصل لهاد الطريقه. ما ظنيتيش ان هادشي كامل يوصل؟ لا الحمد لله على كل حال. الحمد لله الله يجعلها مغفره للدنيا. امين سيدي محمد حتى سلام. قال انني كنقاطعك او ما كنخليكش تكمل. محمد كيضحك انا مازال غادي نستقبل مكالماتكم متابعيني. نوقف معك في واحد النقطه مهمه خويا محمد الا وهي قلت لي بانه تم تجيش او تحريض ناس لترويج مغالطات كثيره وكثيره 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 وعديده وعديده وعديده، ولربما طرحتي سؤال على نفسك وقلتي انا شنو درت. انما انا اقول لا توجد جريمه الا بموجب نص. ويبقى السؤال مفتوح لقتيها ونتمنى تجاوبني بكل صراحه. قبل ما يجاوبني غناخذ ياسمين من الدار البيضاء. قبل ما نمشي الاخ محمد الظاهر ويجاوب وغادي نعطيك وقتك الكامل تجاوب على هذا السؤال. مساء النور لاله ياسمين. السلام عليكم مدام سميرة الدودي. مساء النور سيدتي. ضيوف ديولك. مساء النور. ايه عندي واحد الملاحظه لهاد الناس. مرحبا لاله، رفعي صوتك شويه باش نسمعك الله يخليك. حكا لاله عندي لك واحد عندي ماشي عندي غير واحد جوج الملاحظات لاحظتهم. مرحبا لاله. معكم مع الاخ خالد مع السي مظاهر. مرحبا خويا. سي محمد مرحبا. السي مظاهر عجبني في حاجه وحده هاد النهارات عجبني، قال لك اللي دار راسو في النخوله كينقبو الدجاج. برافو عليك اخي السي مظاهر، برافو عليك في هاد الكلمه. الاخ عدنان الساكن الله يعمر تكون لك اخويا مغفره الذنوب. امين يا رب. ومازال قدامك الوقت، مازال قدامك الحياه، ومازال قدامك والديك، ومازال قدمت بزاف ديال الفرص. ارمي كل شيء وراك ولدي. انا الانسان اللي كنهضر معاك في عمري 52 سنه. طول العمر يعني ان شاء الله. ارمي كل شيء وراك ولدي وشق الطريق ديالك. والطريق قدامك. والاخ سي مظاهر انا متقدرك اخويا سي مظاهر ولا ولدي سي مظاهر. متقدرك باغي تاخذ الحق ديالك وباغي بزاف ديال المسائل. الله معاك ولدي ونتمنى لكم غير الخير كلكم. وهذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم. شكرا سيده ياسمين وتحيه لكم وتحيه لكم من الدار البيضاء. نرجع معك خويا سي محمد. السيد هذا اللي هو بمثابه الاب ديالي كنقول هذه السيده ياسمين انه عند ربكم تختصمون. كاع اللي كان سبب في هذا الشيء اللي وقع لينا راه غدا انتم خديتوا الفلوس هنا باش تاديونا، احنا غادي نشدوهم عند الحور العين ماشي مشكل. نرجعوا للموضوع اختي سميره، قلتي لي الجيش وهذاك الشيء. الاطوار تاع المحاكمه ديالنا في المراحل الابتدائيه، لانه في الاستئناف ما كانش هذا الشيء ما شفناش. انه اطوار تاع المحاكمه في الاستئناف مرت عاجيه. جاكي كيف جميع الملفات اللي كيدوزوا عند هذاك عند هذيك الهيئه. ولكن في المراحل الابتدائيه كنشوفوا انهم واحد الجمعيه اللي كيقولوا جمعيه حقوقيه اللي مفروض انها كتدافع على حقوق الانسان ماشي تغرق ودفن الحقوق نتاع الانسان، كيجيبوا اشخاص اللي ما لا علاقه لهم بالمجال الحقوقي وكيجيو كيستقطبوهم وكيديو لهم مبالغ وكيلقنوهم اش يقولوا
إذن هذا ضغط على القضاء. هنا تساؤل، من كان يمول هذوك الأشخاص أو من كان يدفع لهذوك الأشخاص؟ والله إلا واحد سيد لا قالها لي ولا داعي لذكر الاسم ديالو أو الصفة ديالو، قال لي يا خويا ظاهر هذوك الناس كانوا كيجيبوا لهم الماكلة واحد المطعم مشهور في جيليز، وأرخص أرخص مشروب في هذيك القهوة والله إلا هو 25 درهم عاد الماكلة كيجيبوها لتما. إذن شكون اللي كان كيمول هاد الناس هادو؟ أو شكون اللي كان كيمول هاد الجمعية هادي باش تجيب الناس وتخلصهم 100 درهم من الفرض؟ وحنا كيف قال عدنان قبيلة قال لي كنا كنشوفوا ناس كبار اللي ما يمكنش أنهم يدخلوا يشوفوا هذاك الشيء وما يمكنش يتبعوا هذوك الحساب، لأنه الحساب كان كيتبعوه واحد الفئة معينة من الشباب. هذا الشيء ما يمكنش الفئة مطلوب. كبيرة من الشباب حقيقة. إذن اللي كتجيب واحد المرأة عندها 50 عام يلا مون بيبي سير في حالك ومراكش ماشي ديالك، الا وقفتي وقلتي لها شكون هو مون بيبي هذا غتدخل وتخرج عليك في الهضره. يلا هي جايه مسكينه جايه على قبل ديك ال 100 درهم اللي با تاخذ وبغات تمشي في حالتها، ما عرفتش بانه هي با تغرق عائله عائلات با تغرقهم بعد ديك الوقفه. محمد ملي كتقول بغات تغرق عائلات او تميت الجيش، واش انت كتظن؟ وأنا ما شاء الله إنسان راك واعي ومثقف وقاري، واش كتظن بأنه الناس غادي يتحكموا لمجرد أن واحد قال ولا وحدة قالت؟ لا يعقل يا أخي. أنا راه ماشي، أنا عطيتك هي مثال، راه ماشي هي واحد اللي هضر، هادو كان واحد ليطاب، ليطاب أخرى كان وسائل التواصل الاجتماعي للناس، خدات الفلوس وتخلصات مزيان. هادو أصحاب قنوات هاد الناس؟ الناس تخلصات ورا الجميع كيعرف شكون اللي كان موراهم وشكون اللي كان كيمولهم باش يهضروا في هذا الموضوع هذا، ولكن ما هضروش بحياد، ما فكروش اش بينهم وبين اللي خلقهم. انت شديتي 5000 ولا 7000 دولار ولا 10000 كاع ولا 100000 دولار كاع غادي تاكلها، ولكن اش غادي تقول قدام ربك؟ لا انت ولا غيرك. عامين هي مشات، اشنو تقطعت لنا شي رجل؟ نقصت الناس الحمد لله والله شاهد. نقول لك واحد القضيه لا سميره، هاد السيمانه مشيت انا وليداتي للشمال، اقسم بالله الجلي الى اقل حاجه اللي مشيت دخلت عنده، اقل حاجه اللي ما دار معايا كيدير لي خصم، كيقول لك اخويا ضاير ندير لك ريدكسيون 50 ولا 40% هو اكثر من هذا الشيء. راه ما حبك العبد حبك الله اكيد طبعا ونعم بالله اكثر، راه زدتو حببتونا في عين الناس، وما السجن هو داز الحمد لله، دوزنا العقوبه السجنيه بخير وعلى خير، ما عمر تسجلت عنا او ما اقولها واكررها، ومن غدا تسجل عليا المندوبيه نتاع السجون هادشي هذا، الا عمر تسجلت في حقي شي ملاحظه، الا عمرني تخاصمت، الا عمرني تعايرت، الا ما كنتش منضبط الحمد لله دوزناها بخير وعلى خير. كانوا موفرين جميع الشروط نتاع الايواء، العيش الكريم الحمد لله، من التطبيب من الاكل من الشرب من كل شيء الحمد لله. اللي قال واحد السيد قال لك راه يا ربي كان حافظكم من كورونا وحطكم في السجن تاع دوز تاع الفطره هذه الحريجه وخرجنا منها، وكنقول الحمد لله حفظنا جميعا. عدنان غادي نرجع معك شويه. عدنان حبذا ولو انني لمس فيك كما قلتي بان الحديث في الموضوع ديال حمزه مون بيبي تيقلب عليك المواجع او تيقلب عليك الجرح، انما ما فيها باس. انا من الاشخاص اللي دائما الحاجه اللي تضرني تنحاول انني ينصرها او نتكلم فيها باش نعود نفسي نقوي نفسي منها. وكيف ما قلتي لي انت من قبيله انك هذا الموضوع هذا بالضبط كيألمك. اول ما تعرف عدنان ما شاء الله ما كاين عدنان مول فيراري، عدنان مول فيراري ها عدنان باع فيراري اخو ان شاء الله تجيب فيراري اخرى ان شاء الله باذن الله. عدنان مول فيراري، سناب شات، الانستغرام، حساب حمزه مون بيبي الراعي الرسمي لعدنان سكين. وكتبقى الاسئله تطرح كما قلت من بين هذا متبع الحساب هذا ما متبعش الحساب، علاش بالضبط هذاك الشخص؟
سيري ايام وجي ايام ويطلع هاد الشخص في لقاء ويقول انا صديق صاحب الحساب، وتمشي الايام وتجي الايام ويتم ادانتك في نفس الملف في تهمه من ضمن التهم اللي كانت موجوده، لان الملف امام القضاء هو ملف حمزه مومبيبي والتهم فيه كذا وكذا كذا، اسقطت اتهامات وتوبيتم في باقي الاتهامات كما وضح لي الاخ محمد الضائع. ما كتشوفش بانه كاين واحد الرابط، يعني كاين شي حاجه فهاد الا كتقول انايا انا غير هضرت مع الحساب وتحكمت بسنتين. لا ماشي قلت لك انا غير هضرت مع الحساب، ماشي بجيك ببساطه مع الحساب، ماشي بجيك كاين مشاركه. المشاركه معناها ان كاينه مشاركه في جرم ما ارتكبه هذاك الحساب، الحساب ارتكب فعل جرمي اجرامي دابا المشكل كيجرموا القانون، انت شاركتي في داك الجرم. دابا المشكل اللي كاين هو مشاركه في شنو بالضبط؟ تشهير سب قذف ما الى ذلك. متفق معك متفق معك. هذوك الناس اللي واقع لهم المشكل متضررين من هذاك الحساب وما كيشوفوني في هذاك الحساب كان بان بزاف، كيف قلت لك قبل لي قلت لك يعني هذاك هو الغلط اللي درت انايا كتبان بزاف داك الحساب. هذا الحساب كان قاصد مثلا انه يورطك؟ ممكن ممكن يعني كاين واحد علامات استفهام. لعب ليا بعقلي بحال لعب ليا بعقلي. لا لعب لي بعقلي ماشي هي ورطني بحال بحال، لانه انا ملي غادي نسيفط الحساب غادي نقول اي حساب عمل لي اشهار لهذا الكاس، دير لي اشهار، فالاشهار واضح ونحط صوري على انني نبان انا صاحب الحساب، بين وضوح الشمس في نهار جميل. لعب لك بعقلك او ورطك، نقدروا نقولوا بجوج ياك. برافو لك، قلت العقل مصيبه، قلت العقل ومنادم بحال كي تنقولوا ما دايز عليه والو بالنسبه لهادشي ديالو. مولفش انسان كبر في الفشوش وكما قلتي لي انت ابن عائله كريمه الله يحفظهم لك والله يخلي لك والديك، يعني ليس كما قالوا اشياء ان مثلا لا راه الطوموبيل عاطيها لك شي حد ولا غير تتكري الطوموبيلات، يعني املاككم تتعيش فيها. فقلت العقل وطيش وحب الشهره الانسان باغي يبان، باغي يتعرف، باغي يتشهر، ما عارفش العواقب، ما عارفش بزاف ديال الامور كتوصل لهذا الشيء كامل ياك. بصح من غير الشهره ولكن بحال داك الشيء كتستغلو بالنسبه للخدمه ديالك بالنسبه لبزاف د الحوايج راك عارفه دابا السوشيال ميديا. ولكن عمان معليش نسولك سؤال وكذلك سؤال كنوجهو حتى للاخ محمد الضهير، قلتي بالنسبه للخدمه ماشي مشكل، انت ما كتشوفش بانه هذا الحساب مثلا راه كانت ذوك الافعال اللي كيقوم بها افعال غير قانونيه؟ ولكن كنبقى انا نصيفط ليه نقول ليه لا على ود الخدمه؟ ما قلتيش لا انا ما عندي ما ندير بهذا الحساب، سؤالي منطقي. لا واضح ولكن ماشي انا الوحيد اللي كان كيحط ليا. لا انا كنهضر انت وظيفي دابا، انا ما كانش حد اخر غنطرع عليه نفس السؤال، انا كنتكلم عليك انت لانك انت كنت متهم وتسدمتي في هذه القضيه، فانا ما قدامي حتى شي حد من غير عدنان السكين. متفق معك ولكن ماشي بوحدي انا اللي كان كيحط لي اشاره داك الحساب. خليك معايا وغادي نمشي ناخذ اتصال من عند الاخ جلال من باريس. مساء النور سي جلال. مساء النور اختي سميره، تحيه للضيوف الكرام الاخ سي محمد الطاهر والاخ عدنان السكن. اول شيء نقول لهم الله يعوضهم خير والله يجعلها لهم اخر الاحزان ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. والله يكون لهم عوين ويوفقهم في المسيره ديالهم، لانهم شباب مازال المسيره قدامهم، مازال الخير قدام. تكلم الاخ ظاهر، اخ سي محمد ظاهر، على المغالطات اللي تمرات في الحق ديالو هو والاخ عدنان السكن، واللي لحد الان تتمرر في حق الفنانه دنيا باطمه. فانذاك من طرف المركز وجهات ماجوره حاليا. كان هضر الاخ ظاهر سي محمد ظاهر على المغالطات، شكون اللي غيكون عنده المصلحه انه شنو الهدف ديال هاد الناس اللي بغاو يدوزوا مغالطات لا في حق الاخ ظاهر ولا في حق الاخ عدنان الساكن، لانهم هما في نفس الحاله اللي فيها الفنانه دنيا باطمه، هو انهم تواصلوا مع هذا الحساب المشؤوم، وهل هناك ناس
اللي عندهم مصلحة أنهم يزرعوا الفتنة في البلاد. والسؤال الأخير هو الأخت سميرة، أنك كنت قريبة من الملف، لماذا يتم دائما إقحام الفنانة دنيا باطمة بملف السيد المديمي؟ لأنه ملفين كل واحد عنده واحد الوجهة دياله. والكلمة الأخيرة هو أن القضاء برأ الفنانة دنيا باطمة من الحساب، متابعة بالولوج بحال المتابعة اللي اتبع فيها الأخ سي محمد الظاهر والأخ عدنان السكين. وغير لتنوير الرأي، هو شكون اللي عنده المصلحة في هاد الفتنة اللي نايضة، وهاد الناس اللي كيخرجوا مأجورين عبر الدول عديدة في العالم كامل، في أمريكا، في بلجيكا، في إيطاليا، كيضربوا في المؤسسات، كيضربوا في القضاء، وصلوا ناس طاولوا على سيدنا الله ينصره ويطول عمره، إلى متى غيبقى هاد الشيء هذا أختي سميرة؟ بغينا السلطات دير حد، دير تقنين اليوتيوب، دير تقنين السوشيال ميديا، الضرب بيد من حديد على كل من تطاول على المؤسسات، على كل من تخول له نفسه أن يتطاول على المقدسات. حرية التعبير حاجة، وإن التطاول والضرب في الوحدة الترابية حاجة أخرى. أختي سميرة أعتذر لطولت عليك أختي سميرة، وأشكرك على هذا المباشر، لأن كلنا بغينا كنبغيو البلد ديالنا، وكنتمناو الله يدوم الأمن والأمان ويرفع عنا وعنكم الوباء في البلد ديالنا الحبيب. شكرا. وكلمة أخيرة أختي سميرة، مرحبا، هو أن الأخ مروان برلين نشر أخيرا واحد جوج ديال الفيديوهات، يمكنوا الناس المخالفين ولا الناس اللي مساندين الفنانة دنيا باطمة الله يسهل أمرها والسيد المديمي كذلك، يدخلوا يشوفوا عند الأخ مروان، لأن الفنانة دنيا باطمة تحملت من 9 سنوات من التطاول والتكالب، وأعتذر على الكلمة، لأن مع التطاول عليها وعلى الأسرة ديالها والتشهير والابتزاز وكل أنواع الضغوطات. نتمنى الله أن السلطات تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الفتنة اللي نايضة بنا كمغاربة في السوشيال ميديا تدير لها حد، لأن البلاد ديالنا محتاجة الناس اللي تكون تساند في الوقت اللي فيه هذا الوباء الفتاك، هذا الوباء. وكنشوفوا ان سيدنا والبلد ديالنا غادي لقدام اقتصاديا، خاصنا حنا كجاليه والناس ديال البلاد نديروا يد في يد باش نتعاونوا. واخر كلمه نقول الاخ سي محمد الظاهر الله يوفقك اخويا، وتحيه للعائله الاخ ظاهر والاخ عدنان الساكن، وتحيه الكبيره للفنانه دنيا باطمه، الله يكون لك عوين والله ينصرك على كل من اداك عن بعد او من قرب. شكرا لك اختي سميره، وتحياتي الناس ديال الرباط من باريس. العفو، تحية لك وتحية الناس ضربات. هو نجاوب الأخ اللي اتصل، وواقع ولينا كنعيشوا حاليا، والله سميرة هادشي اللي واقع دابا، هادشي اللي واقع حاليا دابا، والله موقع في الفترة نتاع الحساب المشؤوم نتاع حمزة مونبيبي، هادشي اللي واقع دابا، هاد الصراعات وهاد التطاحنات اللي واقع دابا وكنشوفوها، يمكن نغطيو الشمس بالغربان، والله موقع في الفتره نتاع الحساب المشؤوم اكيد طبعا، لانه ايوا دابا شكون اللي خصو يوضع حد لهذا الشيء هذا؟ انا، انت، شكون؟ واش انا مداوي الاختصاص؟ كيقول لك على المتضرر اللجوء الى القضاء، لا والقضاء ولكن غادي ولكن كل اسمع اسمع اش قال الاخ، قال لك خصو يتوضع حد لهذا الشيء هذا، وراه ما شفناش توضع عليه حد. واش كنا حنا كنشوفوا كنسمعوا بانه شخص عليه مجموعه نتاع مذكره بحث، وفجاه كنشوفوه كيدخل وكيخرج وكيدخل وكيخرج وبدون حاسيب او رقيب، وراه هو قال لك الناس طولوا على مؤسسات الدوله، طولوا على المقدسات، طولوا ما قلنا ولا هادشي، ما شفناش الحساب، انا ما كانش تشجع في الحساب ولكن هادشي ما شفناش. شنا عند الاشخاص هادو، وهاد الاشخاص كانوا عليهم مجموعه نتاع مذكرات، مجموعه شكايات بهاد الاشخاص، علاش ما قدمتيش بهم شكايات؟ شكون انت؟
انا غادي نقول لك علاش وراه قلتها في القناه ديالي، لانه هاد الاشخاص هادو كانوا كيتلقنوا، كانوا كيتلقنوا ويتوصلوا بمعلومات وكانوا كيعاودوا ينشروها. على سبيل المثال كنقول لك ظاهر راه خدام في المطبخ، وعلى هو في قاره اخرى وظاهر في افريقيا وعارفه في المغرب في مراكش في الودايا عارفه في المطبخ. شكون يعرفه؟ داك اللي سرب عليه من المغرب. يعني العهده على من يدعى. هادشي اللي كاين. القانون كيكفل لك حقك. نعاود نطرح سؤال ما جاوبتينيش عليه. انا منين كيضرني شي حد فانا بالتالي كنلجأ للقضاء وكنخلي القضاء هو اللي يقول لكم انتوا. شنو غيخليك ما تشكيش بهاد الناس اللي هما كتحس انهم اساءوا ليك او مرروا عليك مغالطات طالما انك كتقول عندك ادله او كلشي. اي واحد متضرر شكون اللي كينصفوا؟ كينصفوا القضاء. اكيد طبعا. انا غادي ينصفني القضاء. حنا يعني كنتقدم شكايات. انا كنقول غينصفني القضاء لان كينصفك حتى انت وقلتي راه نصفك القضاء الشخص اللي سالك. حتى انا كنتيق كنقولها كنتيق في القضاء. انا ما عمرني شككت في النزاهه والمصداقيه نتاع القضاء. رغم هاد الناس هادو اللي داروا هاد الشيء هذا راه كانوا كيتقدموا بشكايه ضد مسؤولين في الجهاز نتاع القضاء في مراكش. تقدموا ضدهم شكايات. عندي سؤال كيتداول قدامي اخ محمد الظاهر. مجموعه من الناس طرحوا قالوا لك كيتمنوا انك تجاوب بصراحه يعني وانك تكون كتملك من الجرأة. هو ما شاء الله راه كيجاوب. لا لا راه غادي نجاوبك بصراحه. واش كاينه شي حاجه اكثر من الحبس؟ راه هي الموت هي القضاء. الحبس راه كنا فيه بقى الروضه. الله ينجيك. كيقولوا لك محمد الظاهر مازال تتعافر و بمعنى كما كنقولوا حنا باللغه العاميه ديالنا المغاربه يعني مازال ما بغيتيش الشهاده كي او على الاقل تقول كلمه تقول انا غلطت وعفى الله عما سلف. ايوا تنقول لك راه ما حاسس بالمزودين اللي غير مخبوط به وراك شرتي ليها قبيله. انت يا سميره فاش كنتي كتجي للمحكمه وكتغوتي وكتقولي اللهم ان هذا منكر راه الحساب ساليه ودار ليا شي واحد ديك الساعه حاسس بالحرقه اللي عندك في قلبك؟ اكيد لا. انت اذن شكون اللي بغى يحس بالحرقه اللي فيا انايا وهاد السنتين هادي؟ ما يحس بك الا اللي خلقك. انا تحرمت با ما شتوش عامين. الله يخلي لك باك وغادي نمشيو ناخذ اتصال من قلب مدينه البهجه مدينه مراكش والسيده بشرى. مساء النور او صباح الخير احنا على وجه الفجر. صباح الخير لاله بشرى. صباح النور مساء النور بحال 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 مرحبا. رفعي صوتك شويه باش نسمعك. نعم اختي. قلت لك رفعي صوتك شويه. واخا مرحبا. اذا ممكن عفاك بما ان عنوان الحلقه حمزه ما بين شوف تي في ويفجران الحقيقه الكامله. حنا جيسكا بريزون ما سمعناش الحقيقه الكامله. تحيه بعد الاخوان وان شاء الله مغفره للذنوب والله ياخذ الحق في اي واحد ظالم. غير هو الحقيقه الكامله مازال ما اكتشفناش حقيقه يعني نفس الكلام تيتكرر. وبالنسبه لك اختي سميره كنظن انك حتى انت كنتي طرف في الموضوع. انا اليوم لست بطرف. انا اليوم قلتها في بدايه الحلقه. سمحي لي قطعتك فقط للتوضيح. انا قلت في بدايه الحلقه انا ما مع ما ضد. انا نساي سميره الدودي اللي كانت طرف. كنت طرف او لم اكن طرف هذا الموضوع الان في هذه اللحظه من هذه الجلسه اللي انا جالسه انا لست طرف. انا كنحاور جوج ديال الناس. انا مقدمه كننشط برنامج. انا لست هاد اللحظه انا ماشي طرف. انا كنقل كنعطيك انت الحق انك تسولي وتطرحي الاسئله اللي بغيتي. كنعطي الاخوان الحق انهم يجاوبوا ويتكلموا ويقولوا اللي في قلبهم ويفتحوا قلبهم. وكنعطي الحق للناس كنقرا الاسئله اللي قدامي والتعليقات اللي كتطلع قدامي. انما اليوم انا لست طرف. كنت طرف في الملف انما اليوم انا لست طرف. انا ما معاهم ما ضدهم. تفضلي اختي. اوكي. بحكم انك كنتي زعما ضحيه ولا طرف قلت يمكن تقدري انت تنوري الناس لان كاين بزاف الحقائق غائبه. بالنسبه للاخوان في كل ما عرفتش كنحس بتخوف ما قادرينش يتكلموا. كنعتقد انكم دوزتوا العقوبه السجنيه اللي عليكم كنتوا مدانين. لربما اشاطرك الراي في هذه الكلمه اللي قالت الاخت بشرى وانا يمكن انت معايا يمكن قلتيها يمكن انا قلتها. قلت علاش ما كنحس بانه كاين واحد ما عرفتش. هو نفس السؤال اللي تطرح عليا دابا وقلته للاخ ظاهر. علاش ما بغيتيش يعني مثلا تقول عفا الله عما سلف انا غلطت. وسمحي لي قطعتك تفضلي. لا ماشي مشكل لان كنشوف عندهم تخوف بزاف. انتم تحكمتوا يعني ماشي
ماشي مدانين او لا كنتو مدانين راه دوزتو العقوبه كنتو مظلومين حقكم عند ربي اكيد غياخذ حقكم أكيد ولكن طبعًا. الناس اللي حاضرين في اللايف كاملين باغيين نعرفوا حقيقه ما كناش عارفينها من هذاك الشيء اللي كيخرج هذاك الشيء اللي كان خارج السوشيال ميديا الله اعلم به صح ولا غلط ان كان غلط شنو هو الاخت بشرى هذا الشيء اللي كان خارج السوشيال ميديا وضحي باش الاخ باش الاخوان يقدروا يجاوبوك بحالاش اختي خرج بزاف ديال انهم هما هاد الناس كانوا اطراف هذاك الملف هاد القضيه ديال انهم مظلومين لمجرد انهم كانوا غير كيتواصلوا او دايرين الفولو او دايرين الجامل هذيك الصفحه ما تدخلش للعقل ديال اي واحد بحكم ان هناك كاين احكام مسربه بغاو الناس يعرفوا شكون اللي سربها كاين الناس كانت كتشير لهم بالاصابع كيتوضعوا اسئله ما لقاوش الناس جواب عليها راه بزاف ديال الاسئله اللي كتطرح وما كاينش جواب عليها يعني كنتمنى يكون جديد معليش هذه النقطه هي اللي كنا غنطرقوا لها مباشره ولكن سخرك الله باش جبديها وفكرتينا فيها كملي اخت كملي بشرى باش الاخ يجاوبك كم زعما حنا ماشي حسونا الاخوان سورتو مسكين الاخ عدنان حسونا بحال حنا في دوله الخنشه يعني ماشي حتى لديك الدرجه طونكو كتكلم على حقك راه من حقك واحد الانسان سواء تظلمتي او لا كنتي مدان راه تعاقبتي فمن حقك تخرج اللي في قلبك وتخرج اللي ما كانوش عارفينه المغاربه حنا ماشي هنا باش نحاسبوكم اللي كيحاسب الله وراه القانون حاسب وشكرا لكم وكنتمنى يكون يعني وضوح اكثر بارك الله عليكم وتحيه تبارك الله عليك شكرا اخت بشرى من مدينه مراكش تحيه لساكنه مراكش لا اعلم سر هذا الحب اللي عندي انا لساكنه مراكش تحيه الناس مراكش تفضل الله سميره يا الناس بغاو يقولوا ويك ويك راه ظاهر ومول الحساب باش نقولها واش نقول شي حاجه اللي ما كايناش لا الناس ما قالوش ظاهر مول الحساب لا كيقول لك ما بغيناش تنتستروا على شي حاجه الناس قالوا انك متهم توهمتي بداك الحساب وتحكمتي سنتين سجن نافذه في داك الحساب تحد ما قال انت هو حمزه مبيدي لا كيقول لك كان مخبين شي حاجه اش بغيت نخبي راه العقوبه راه قضيتها راه العقوبه قضيتها ما بقى عندي ما يتخبى راه البحث راه المحاضر تاع الضابطه القضائيه راه المحاضر تاع الاستماع في تاع الجلسه راه كل شيء يصير يشوفوا راه ما كاين ما يتخبى اش غنخبي ما كاين ما يتخبى راه اللي عطى الله عطى راه اللي كاين راه انا كنقولها كنقول اين هو صاحب الحساب راه هذا النداء وجهته مرارا وتكرارا ونعاود نكرر نداء للسيد المدير العام للامن الوطني اين وصل البحث للوصول صاحب الحساب هاني انا مازال كنعاود نكررها واش كثر من هذا الشيء هذا انا كنقول اين هو صاحب الحساب يا كان تهمتوني بانني شاركت صاحب الحساب بالفعل الجرمي اللي اقترف يا فينا هو هذا الفاعل الرئيسي راه ما كاينش انا ما كنعرفوش ما كندافعش عليه حنا راه تعرضنا للعقوبه ولكن حنا شكون اللي حمانا ملي كنا كنتعرضوا لهذاك الشيء القانون شكون اللي انه يحميك تقدم شكاياتك والقانون غادي القضاء غادي ياخذ لك حقك ثق بيا حنا في بلد المؤسسات والقضاء غادي ياخذ لك حقك انا كنفتخر انت كتقول انا ما تقدمش شكايات المؤسسات القضائيه ولكن على سميره راه حنا في اطوار تاع المحاكمه وخرجت الاحكام هذا الشيء عشناه راه هذا الشيء تقال في امريكا تقال في اوروبا راه هادوك غادي يعطيهم عامين يلا والاحكام تسربت والمحاضر ما تسربتش هذا جاوبينا لا سمير الاحكام تسربت انا من موقعي هذا ما كنجاوبش نغرقوا حنا اللي نغرقوا لا انا كنطرح اسئله وانا نحاول ايه زيد فوندو استاذ مقرش مرحبا اوكي انا غنمعاك وغادي نجاوبك مساء النور الو المتصل هذا اسمع الغرق هو يقول لا ما عندي ما ندير بهادو الو مساء النور ناخذ ابتسام من المانيا مساء النور السيده ابتسام من المانيا المراكشيين معروفين بالنكته انا بغيتكم تضحكوا شويه بغيتكم مساء النور لالا ابتسام لالا الف مبروك بعدا كناك على البرنامج راكي منوره الله ينورك كل خير بغيت نسلم عليكم كاملين نحييكم كاملين
نزيد فوق هادشي شي حاجه. مرحبا. المهم انا يا باختصار الا كنتي خدي راحتك قولي اللي بغيتي. وتحيه لك وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالمانيا. بالنسبه لطرح السؤال قال لك دابا يات دازت الامور سخنات على من قبل ياك كيفاش اختي؟ وي سمعت الاخ ظاهر تيقول لك بالنسبه لمون بيبي الان زادت المشاكل قبل من الاول ياك سهله عرفتي علاش؟ لان كانت الدنيا باطمه مستهدفه. علاش الدنيا باطمه؟ لان بعدا كنا كبرزات القسطن المغربي عطات واحد الصوره كذلك بصوت ديالها بانت فهمتيني. هما اي واحد انا تنشوف فهمتيني هز الرايه المغربيه او لا مغربي طلع الفوق تيبغيو يهبطوه فهمتيني. لان تتبقى سفيره فنانه سفيره. اخت ابتسام مع احترامي لك اخت ابتسام الفنانة دنيا بطمة ليست محور برنامجي هذه الليلة. أنا معي جوج ضيوف تكبدوا عناء تكبدوا عناء السفر من مدينة مراكش جو عندي باش يوصلوا فكرتهم للرأي العام. عندما من تكون ضيفتي الفنانة دنيا بطمة نتكلموا عليها. السيدة ما كايناش حنا ما غاديش نقحموا الاسم ديالها. اتصالك على راسي من فوق. وجهي اسئلتك لضيوفي الكرام فيما يخص القضيه الباتت معروفه هي قضيه حمزه مبيبي او سلمي عليهم اسالي اي سؤال يجول في خاطرك. ما نقحموش ناس ما كاينينش معايا في الاستوديو ولا علاقه لهم بالموضوع اللي حنا تنتكلموا فيه الان. الا كان الاخ سولناه على الفنانه دنيا بطمه وقال لك انا ديك السيده ما تنعرفهاش لماذا يقحم اسمها في كل مره ليست موضوعي. القضاء القضاء من يملك الحق إدانتها أو تبرئتها. أنا لست سيدة ابتسام أنا لست في موضع كنعطيش الأحكام. القضاء من له الحق يدين شخص أو يبرئه. القضاء اللي غادي يقول بريئة ولا القضاء اللي غادي يدينها. ولا زال النقد والإبرام وأطوار سجنة أو هذا ما هي إلا مسألة وقت والقضية غدا النقد والإبرام. ف ضيوفي الكرام جاييني من مدينة مراكش معاك على الهواء مباشرة ولكن مني كل تقدير واحترام لاله ابتسام. اوكي ما كان حتى شي مشكل. اش غادي نقول؟ غادي اكثر غادي نسلم عليهم غادي شنو غادي نقول؟ ما عندي ما نقول بكل صراحة فهمتيني؟ لان الراي ديالي انا يا تنقولوا هذا كرساله ليلي. الراي ديالك على راسنا من فوق لالا. والسيد ظاهر حتى هو تيقول السلطات المعنيين بالامر والرساله للسيد الحموشي او رجال السيد الحموشي مني انا يا تنقول لهم كذلك. الا تتقلبوا على حمزه مون بيبي حمزه مون بيبي هو انا ذاك الامير زيان صاحب الامير زيان اوكي او لا لا كعنوان فهمتيني. لان حمز كان حمزه قبل حمزه مونبيبي كان واحد الكونت سميتو الامير زيان راه نفس العصابه ونفس اللي تنقولو. المهم هذا واحد الراي ديالي وكذلك هو مثال. مازال تنطالب كيف انا تنطالبوا تحنايا من السلطات وهاد كيف قال السيد اللي كان لي عده شكايات والناس تخرج للمغرب وتخرج هنا رساله موجهه كذلك لامريكا. ها هو ذا السيد خرج تيضرب اكثر من اللي كان وفي حد ذاتها تنقول وانا تنطالب بسبعات الايرو ديالي ترجع لي بلوس 9 ديال الايرو 90. تحياتي لكم وامسيه سعيده. قالت لك امسيه سعيده. السوس كان بعيد. امسيه سعيده لاله ابتسام نورتينا. تفضل خويا بعد. هذه السيده كنحيوها اذا كان اكيد طبعا رايها يحترم. انما راه الحلقه ديالك دابا راه كيتبعوها رايها يحترم. انما انا كنقول انه وجبه انه النقاش يكون معكم. الا كان انا سالتك سؤال وانت قلتي كتنفي معرفتك بديك السيده لماذا الخوض كل صح ولا لا؟ شكون هي السيده؟ هما كيهضروا على الفنانه دنيا بطمه. لا السيده ما تنعرفها. والسيد كيقول لكم ما كيعرفهاش.
بغيتي يعرفها بالزز ما يمكنش. والصحه السيد قال لكم ما تعرفهاش، يا الكور على اي علاقه كتربطوا بالفنانه دنيا باطمه. والله شنو بعد الدنيا باطمه تخرج شي فيديو تقول لهم راه هذاك السيد راه ما بيني وبينه والو. متابعيني الاعزاء غادي ناخذ فاصل ونرجع مره اخرى مع ضيوفي الكرام. صوت دنيا ولحم سكين شلل المنقاص يوم مشاكي صوت دنيا ولحم سكين وخير كمان شكوهي وخير كمان شكوهي حياة حزينة مع شوكي حياتي صافية ما تعرف غياب هاي 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 أرض تغني زاهية مفروشة سلام سلام يا سلام وعيش يا عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة فايدة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضاء بالجود وبالخير ونوصف محاسن ليلى مكمولت لوصف ليلى مكمولت لوصف مكمولت لوصف مكمولت لوصف محروسة محروسة فاح منك مسك وعبير ليلى مكمولت لوصف ومكمولت لوصف مكمولت لوصف نوصف محاسن ليلى مكمولت لوصف ليلى مكمولة لوصف ومكمولة لوصف مكمولة لوصف عروسة محروسة فاح منك مسك وعبير ليلى مكمولة لوصف مكمولة لوصف مكمولة لوصف وانتي راح تروح كل منظار وشم هواي واسمع فيك الطير كي سنفح باسم القدير يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي يا بلادي عايشي هي
بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض غريبة بيضة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضة بالجود وبالخير سلام يا سلام
عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة فايدة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضة بالجود وبالخير ونوصف محسن ليلى مكمولة لوصف ليلى مكمولة لوصف مكمولة لوصف مكمولة لوصف عروسة محروسة فاح منك مز وعبير ليلى مكمولة لوصف ومكمولة لوصف مكمولة لوصف نوصف محسن ليلى مكمولة لوصف ليلى مكمولة لوصف ومكمولة لوصف مكمولة لوصف عروسة محروسة فاح منك مس وعبير ليلى مكمولة لوصف مكمولة لوصف مكمولة لوصف وانتي راح تروح كل منظار وشم هواي واسمع فيك الطير كي سنفح باسم القدير يا بلادي عيش يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي هي 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 عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة بيضة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة فايضة بالجود وبالخير يا والقهوة مازالة بحب الوطن توب وتبارك جهاد وما
حقق من امالي سيدنا وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب سيدنا وتبارك جهاده وما حقق من امالي سيدنا وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب تدعي له بالتوفيق ورضا وحسن التدبير يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي حتى يتحقق رجا والقصد المطلوب يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي تدعي له بالتوفيق ورضا وحسن التدبير يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي حتى يتحقق رجا والقصد المطلوب يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي عيشي 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 يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة وفيضة بالجود وبالخير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة فايدة بالجود وبالخير. صافية ما تعرف غياب هاي هاي ياسو ممشات تطلبني ياسو سينا مجموع السين وحياسو ممشات تطلبني ياسو سينا مجموع السين شله مفقاص يوم صوت الدنيا ولحم السين المقاس يوم الشاكي صوت الدنيا ونحمة تقيل وخيرت مال شكوري وخيرت مال شكوري حكايات حزينة مع الشوق حياتي اللي حكايات حزينة مع الشوق حياتي اللي مع ضيوفي الكرام من مدينة البهجة مدينة طقطقة المراكشية سي محمد الضهير الأخ أنا كنقول طقطقة طقطقات كيقولوا طقطقات طقطقة الجبلية طقطقات لا هذيك طقطقة الجبلية تحية للناس الشمال إنما تيقولوا طقطقات أنا ما كنعرفش نطقها بالمراكشية فقلت كنقولوا طقطقات طقيتيقات خا تعطينا شي طقيتيقات معك السبوره هاد الليله عدنان والاخ محمد داير وسؤال يطرحه المشاهدين متابعيني الاعزاء الخطوط مفتوحه اول ما خديت فاصل تلقيت مجموعه من المكالمات كاين ضغط كبير 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 على الخطوط خليكم معنا وغادي ناخذوا مكالماتكم كامله وغادي نمشي وغادي ناخذ معكم سؤال تطرح قدامي كثيرا والاخ وبالخصوص محمد الضهير حاطين عليك هذا النهار لا 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 انما يطرح عليه سؤال كيقول لك سميره علاش ما كتهضريش انا من موقعي هذا اليوم انا ما بقاش عندي علاقه بالملف انا كنحاور الاخوان كنوصل اراء الناس واسئلتكم انا هذه اللحظه هذه لست طرف وغادي نمشي وغادي ناخذ اول مكالمه من بعد الفاصل مع السيده نجوى من فرنسا مساء النور سيدتي صباح النور صباح النور لاله نجوى مرحبا بك كنوجه تحيه لكل المشاهدين شكرا والضيوف ديالك مرحبا بك
عندي تعليق مرحبا. نقول على بالنسبة للحساب الحساب المشؤوم كتسمعيني مزيان؟ كنسمعك. لا لا خذي راحتك تكلمي. الحساب كان متبعو الالاف ماشي الملايين ماشي الالاف ديال الناس. وكان الكثير اللي كان كيعلق فنانين بزاف بزاف كل الفئات كانت كانوا كيخافوا منه الحساب. ومنهم فنانين منهم كل شيء كل شيء. وكاين واحد الشخص اللي كان اللي تبنى عليه الحساب من الاول. وهذا الشخص هاد السيده يعني اعترفت بلسان ديالها انها كتعرف الحساب مرات عده انها كتعرف الحساب وما تقحمتش في الحساب. بينما اقحموا اسماء اللي بارئه او بعيده كاع من هاد الحساب. اللي بغينا نعرفه ان كانت عده مكالمات كانت اوديوات اللي تسربت لهذه السيده على اساس انها كتعرف صاحب الحساب. وما يعني ما شفناش المحاكمه ديالها ما شفناش انها تحاسبت على ولا تسالات شكون هو مول الحساب ولا دخلت لهذه القضيه. بينما انها داخله كضحيه يعني احنا بغينا نعرفوا علاش زعما ناس بعادين على الحساب دخلوا للحساب على اساس انهم مسيرين. وهي اعترفت بلسانها انها كتعرف المسير ديال الحساب عده مرات. وحتى انها خرج لها اوديو مع السيده سميره على اساس انها كتعرف صاحب الحساب. سال السؤال ديالك السيده نجوى. اللي بغيت نعرف علاش هاد السيده اللي ايه وصلتي السؤال الحساب علاش ما تحاسبتش يعني باقيين هما كيقلبوا على صاحب الحساب وعلاش ما سولوهاش هي على هي اعترفت بلسانها انها كتعرف صاحب الحساب عده مرات وخرجوا لها اوديوات انها كتعرف صاحب الحساب. سيدتي الفاضله بما انك اقحمت اسمي فلي حق الرد وانا اعطي لنفسي حق الرد. السؤال لا يطرح علي انا لست جهه قضائيه. لا انا ما كان السؤال على المتضرر اللجوء الى القضاء. ان كان السيد محمد داير او السيد عدنان السكين تضروا من هذه السيده فعليهم اللجوء الى القضاء. تعرف انها كتعرف صاحب الحساب. المعني بالامر هو 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 اللي هو اللي يقدر يجاوبك. سمعتي شكرا اولا على السؤال واضح شكرا على الاتصال وشكرا على السؤال ديالك. السؤال واضح والإجابة ديالو عند المسؤولين اللي كيجريوا البحث بخصوص هذا الملف. لأنه ماشي أنا ما كندافع على حتى شي شخص أنا محايد. لأنه بانوا مجموعة نتاع المعطيات وبانوا مجموعة نتاع المستجدات ولكن ماشي أنا اللي غنبت فيهم لا ماشي أنا اللي غنبحث فيهم. هذا جهة معينة هي اللي مكلفه بالبحث. كاينه فرقه مختصه فرقه امنيه في الفرقه الوطنيه كتجري البحث. نتمنى انهم يكونوا كيسمعوا. البحث راه مازال مستمر وديك الساعه هما يقوموا بالمتعين ديالهم. حنا ما عندنا حتى شي علاقه حنا بهذا الشيء هذا اللي كيروج. انا كندوي على نفسي واللي ثبت التورط ديالو في هذا الحساب هذا راه غادي ياخذ العقاب. هذا الشيء اللي كاين. غنمشيو ناخذوا اتصال من مدينه اكادير ومن عند السيد سفيان. خويا سفيان مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي دايرين بخير؟ مساء النور. مرحبا. شي بخير. الله يطول عمرك. امور مزيانه الحمد لله. كي داير سي ظاهر وسي عدنان؟ ها هو الله يكبر بك اخويا بارك الله فيك. الحمد لله لاباس اليوم. عندي واحد التدخل بهذه القضيه هذه اذا كان ممكن. مرحبا سيدي. اولا سي ظاهر كنعرفوه من لاشين ديالو مع نور الدين وكان غادي مزيان في لاشين ديالو وكانوا غادي كضاحكين لاشين وقعوا مشاكل بيناتهم. مي هما كيقولوا باللي انهم كيتواصلوا مع ذاك الحساب في الخاص. ما نظنش انا باللي غير انك تحدث معاه راه غادي يكون ديك العقوبه. ولكن حنا متتبعين وحنا كنشوفوا القضيه باللي اللي كيبان لينا هو بلي السي ظاهر ولا السي عدنان ماشي هما صحاب الحساب. صحاب الحساب كما كيقول لك السي ظاهر انه كيطلب
بالسلطات انه يعرفوا بصاحب الحساب ديال مونديبي. مي عندي واحد سؤال سي مظاهر، واش ما كانش بامكان اللي خرج من السجن انه يعطي الراحه لراسو ويديها في والديه ويديها في وليداته؟ حسن لي من انه بهذا السيستم هذا غادي يولوا صراعات من القدام اللي هو عن غنى عنهم. هذا هو السؤال اللي عندي سي مظاهر. دن شكرا سيدي الفاضل على السؤال ديالك. سمعتي الاخ السؤال اللي طرح؟ واخويا راه عامين وانا مرتاح، ومني خرج تلقى راسي قواد، تلقى راسي كان تجار في البشر، اش غندير ديك الساعه؟ نزيد نرتاح؟ راه ما يمكنش، راه عامين وانا مرتاح الحمد لله، الله يخلف على اداره السجون. ومن بعدني كنلقى هذوك المغالطات نبقى ساكت عليهم، راه السكوت علامه الرضا، يعني بانني انا راه تابت في حقي هذاك الشيء اللي رجعوا عليا. انا دابا هذا الشيء اللي كنقولوا حنايا راه هي وسيله نتاع الدفاع نتاع الابناء ديالنا، راه مني كبروا ويزيدوا يكبروا وجا واحد الشخص يقول لهم راه با كان تيقول عليه فلان وفرتلان راه زعيم شبكه نتاع الدعاره والقواده، غادي يقولوا ليه ولادي اجي تسمع با اش يقول، ها الوثائق، ها باش تتبع با فداك الملف نتاع الحزب المشؤوم، راه تتبع بالجريمه الالكترونيه، ما عندها علاقه في القواده والتجار في البشر والوساطه في البغاء وداك الشيء. هذا الشيء الواقع، نمشي انا نجلس ايوا شكون اللي بيدافع عليا؟ المختار ود العفريت. الاخ اللي كان معنا ما بقاش معنا على الخطا، اعتقد انه قطع. طبعا حق الدفاع عن النفس هو حق مشروع، من حقك انك تدافع عن نفسك، كذلك من حق الناس انها تستفسر وتفهم وتعرف، لانه كما قلنا الضجه اللي تخلقت على ملف حمزه مونبيبي ما عرفتش علاش الاغلب ديال المتابعين ما بغاوش يفهموا بانني انا من موقعي هذا انا فقط اطرح تساؤلاتكم. لا هي انا نقول لكم سميره هي تتاكل من القصعه وتتهرب من الفاتحه، تتشعل فخرات وكتصحر. لا سميره ما تتشعل فخرات سميره، لا ربما تراعي مشاعر الاخرين. نشعلوا الفخر، نشعلوا سيدي ومرحبا باول شعله ديال الفخر. ما تتشعليش الفخر، تتشعليه الشميعه. واجي دوز عندي ديك الشميعه عيد الميلاد، هذيك تطفى دغيا. تعال دوز عندينا، انا تنخاطبك بلسان اللي كيتقال. انا نسى سميره الداودي، نسى انني كنت يوما خصيمتك او كنت يوما انا 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 انا, أنا شاكيه بك ولا بيناتنا ايا كان. انا اليوم من موقعي هذا انا كنوصل لك سميره، انا كنحييك، كنوصل لك اول حاجه رسمتو. لانه الاتصال الاول اللي دار بيني وبينك كان يوم السبت، اول حاجه قلتي لي اللي عجبتني فيك هو الشجاعه ديالك، قلتي لي اضاعر اكيد قلتي انه غلطت في الاب ديالك، فالاب ديالك على راسي من فوق. انا كنعتذر لك، ومني غتبدا الحلقه غنعتذر لك، لانني انا شفت هذاك الشيء اللي كان كيقول وكنتي كتقولي، ولكن انت يا من ضمن الناس اللي فهموا اللعبه، انت يا فهم فطنتي. انما قناعاتي احتفظ بها لنفسي. لا انا هذا توضيح للناس، هذا توضيح للناس اللي ما فاهمينش. راه انت كنتي ضمن الناس. لا انا سنهضر على الناس اللي متابعينا في هذه اللحظه هذه. انا تنشرح لهم، انا كنعمم. فهذا قلت لك هذاك رايي كنت احتفظ به كيبقى معايا نفسي. فطنتي اللعبه، كون ما فطنتيش ليها ما تكونيش في هذيك البلاصه. ما هاد البلاصه هذه ما عندها حتى علاقه لا بدوك الناس ولا بدوك الناس، ما عندها حتى علاقه باي حاجه. مني عرفتي الحقيقه ومارس فيه مهنتي. انت كشخصيه عامه، خليني نكمل كلار ديالك، انت كشخصيه عامه، كشخص معروف على السوشيال ميديا حتى من قبل ما يتفتح الحساب وحتى من قبل ما تار دج على حساب حمزه مونبيبي، فانت من الناس اللي كنتي معروف في السوشيال ميديا، يعني شخصيه معروفه ماشي حتى لحساب حمزه مونبيبي او تعرفتي. فانت طالما انك شخصيه عامه وشخصيه معروفه فغادي تجلس في اي قناه وتجاوب على الاسئله اللي كتطرح لك، ليس اجباريا انما هذا اختيار منك، وتوضح المغالطات اللي كتروج في حقك بغض النظر، معليش بغض النظر على من شكون اللي قدامك. انا كنقول لك انا من موقعي هذا انا ماشي سميره الداودي، انا تنادي مهنتي، تنادي واجبي. مي بغيتي سميره الداودي اللي كانت معاك في الملف هذاك شأن آخر. ما نقول لك سميرة، نقول لك سامير. السي سامير قالوا عليا متحول، قالوا عليا متحول جنسي، واعتذرتي وعدتيني بأن ناخذ سلمى من قطر. ألو 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 السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. مساء النور.
مساء الخير على سميرة، كيف حالك؟ وي اختي كنسمعك، تحية لك وتحية للناس قطر. شنو الاسم ديالك؟ سلمى. إيه. ايوه سلمى. رفعي الصوت ديالك باش نسمعوك. والله حبيبتي هذا نسمعك زين. سلمى. ايوه كنسمعك. كتسمعينا؟ ايوه كنسمعك مزيان. وي اختي تفضلي مرحبا. اولا بغيت نوجه تحيه للضيوف الكرام اللي عندك. شكرا. واخا هما تحطوا بينوا ما باغينش يهضروا مزيان، وانت كتسوليهم وكتجاوبي في نفس الوقت، يعني ما كتعطيهمش حق الرد يجاوبوا بخاطرهم. ما كنعطيهش حق الرد يجاوب؟ نعم. ما كنسمعكش اختي، غير رفعي غير صوتك باش نسمعك. الله يرضي عليك. كتسولي وجاوبي في نفس الوقت. كنسول وكنجاوب. انت كنتي رايك يحترم. لا عدنان ساكن ولا سيمو ظاهر ولا دنيا باطمان، كنتي كتتهمهم بانه يا لالا يا لالا يا سيدتي الفاضله يا سيدتي الفاضله يا سيدتي الفاضله، انا ضيفي ضيافي في هذه الحلقه هو السي محمد ظاهر والسيد عدنان السكين، ماشي الفنانه دنيا باطمه. الله يخليك يا سيدتي الفاضله. اتصالك على تصنتي لي. الله يرضي عليك، اعطيني غير واحد ثانيه من وقتك، انت على راسي من فوق. تصنتي لي. انا ضيافي اليوم هو السيد ظاهر والسيد عدنان السكين. الا كان الضيف ما باغيش يتكلم في هذه النقطه هذه، واش انا غنجبره؟ لا يعقل يا اختي، لا يعقل. السيد الضيف المعني بالامر ما باغيش يتكلم في هذا الموضوع. انها انكر علاقته بالمغنيه، قال انا ما كنعرفش دنيا باطمه. واش انا غنشد هذا السيد هذا بالقوه نقول له انت كتعرف دنيا باطمه؟ لا يعقل. غتقولي لي محاكمه دنيا باطمه، غنقول لك سجن باطمه بيد القضاء وليس بيدي انا. مقدمه كنشط برنامج كنسال الناس ما يجول في الساحه اللي كيطلع قدامي. اذا ما تحطنيش في واحد الخانه، ما غاديش نرغم على الضيف ونقول له انت بزز منك كتعرف دنيا باطمه، صح ولا لا؟ واخا ما بيني وبينها ما يطرق الحداد. السيد قال انه ما كيعرفش دنيا باطمه. معليش هذا وهذا توضيح. معليش استسمح الاخ ظاهر، نرجع انا وياك المكالمه فاش اتصلت بك وقلت لك لربما انا اتضحت الرؤيا امامي لبعض الامور وانا املك من الجراه انني اقول بانني اعتذر. قلت لي الاب ديالي. شوف معليش خليني غير نكمل كلامي. قلت لك انا الاب ديالك في مثابه الاب ديالي وهذوك الناس على راسي من فوق، وان كان الانسان يغلط ف ثقافة الاعتذار ثقافة ما كيعرفها حتى شي حد. ناخذ اتصال. مساء النور. مساء النور. على بال ما ترجع لنا السيدة. من المسائل اللي خلوني انني نجي عندك. على راسي وعيني. مرحبا بك، انت جيتي لقناة الشعب. وانا انت اللي وجهتي لي. مرحبا على راسي وعيني. ومن الاسباب اللي خلاتني نجي عندك هو الشجاعة ديالك. الشجاعة ديالك واعتذرتي، أنا قابل الاعتذار ديالك والله يسامحني عليك. علاش؟ لأنك أسامير متحول فطنتي اللعبة، فهمتي أشنو كانت كيتطبخ، فهمتي أشنو الأهداف من وراء هذا الشيء اللي وقع، لأنك عشتي هذوك التطاحنات وهذوك الصراعات وهذوك الخرجات الإعلامية وهذاك الشيء. واش الإنسان نرجعوا لهاد الضحايا اللي في الملف، نرجعوا اللي في الملف ديالنا كنقولوا هي ظاهر. دابا انا كناخذ المكالمات، الناس كيحسب لهم كنقطع. مرحبا مرحبا. للتوضيح انا ما كنقطعش ظاهر، انا احتراما لكم الناس اللي كيتصلوا فاحنا كناخذوا المكالمات. معايا السيده ناديه من كندا، اهلا وسهلا سيدتي. السلام عليكم. السؤال اللي درتو من قبيله وانا تنعيط. المهم معليش عندنا ضغط على الخطوط. معليش الله يخليك، بغيت نعرف واحد الحاجه عندي، واحد السؤال. مرحبا لنا في هذا البرنامج. يعني انت كنتي طرف، دابا تقولي انا ماشي طرف. ماشي مشكل، انا هاد اللحظه ماشي طرف. هاد اللحظه انا هاد الوقت هاد الجلسه اللي جالسه لالا ناديه انا ماشي طرف. انا فهمت الكلمه ديالك، فهمت سيدتي. هاد اللحظه انت ماشي طرف هاد القضيه، وانما انا كنعرف الانسان اذا كان طرف واحد القضيه ما في قضيه ما، يعني ملي تيتلاقى في واحد البرنامج ولو ما يكونش، يعني هذا غير تيتلاقاو، يعني ولا كان بغى يدير واحد المداخله تيقولوا إلفا بيان يدير هذاك البروغرام، ياك؟ لان هو كان ديجا طرف، هذه الاولى، ياك؟ ثانيا ثانيا لالا سميرة وي حنايا تحفه واحد، حنا حيت هذا الموضوع متبعينه يعني من المحكمه ومن اللي بدا هذا الشيء، ياك؟
ثانيا التحفه كان خرج واحد المره بواحد خرج واحد المره بواحد بواحد الاوديو ديالك انتيا. معليش عاودي نسمعك اختي، سمحي لي الصوت ديالك بعيد، عاودي غير باش نسمعك مزيان. انتيا خرج تحفه بواحد الاوديو ديالك تيقول انك سمعنا داك الاوديو عنده في البرنامج ديالو ديال يوتيوب انك سميتو انك قلتي لي يعني الحكم اللي خرج قبل من الوقت، يعني شكون قال الحكم اللي خرج قبل من الوقت هذه انا تنشوف يعني بحال هكا مسيره برنامج، وحنا ماشي احنا ماشي مشكل عندنا انت تسيري برنامج، حنا بالفرحات علينا ماشي مشكل، الله يعاونك. انا مراه وغنبغي المراه تزيد قدام ياكل لا، وانما ان مسيره برنامج ويكون اول يعني الاستضافه لها هو ان جوج الناس اللي كانوا يعني في شحنه، يعني هما كانوا داخلين السجن ما عارفينش، وان احنا كنا تنشوفوك انت في شحنه ضد هذا الحساب. هذا حق مشروع لي، علاش غادي تخصي عليا سيداتي؟ انك سربتي الحكم وقال لنا الاوديو خرجوا فاش ديك الساعه. مين سالي قولي لي ساليت باش نجاوبك. بديتي فهمت، بديتي تتفضحي شوف تي في هو باش ينتقم منك، جبد يعني تهوايا الاشياء اللي عنده بين يديه، يعني ما دابي ما نعرفوا، لان انا جاني هذا الشيء يعني كيفاش واحد الانسان احنا شفنا فيه واحد الاشياء في شي شكل شويه تنشوفوه هو مسير برنامج، وشكون اللي غيكونوا بين يديه؟ هما الضحايا اللي دخلوا للسجن. انا تنحسبهم ضحايا ديال حمزه موبيبي، انا القضاء على راسي وعيني زعما يعني كنا على راسنا وعيننا القضاء، وهذا الشيء اللي خدا فيه القضاء وداك الشيء حنا كنحترموه، وانما احنا كنا كنسمعوا بزاف الحوايج وشفنا بزاف الحوايج، وحنا تبارك الله اذكياء المغاربه تياناليزيو لي شوز، ماشي تيشدوا الحاجه وتيشقموها وتيدخلوها المخوم. حنا انا تنقول كيفاش زعما تقدروا تجيو ديروا بحال هذا البرنامج، وانتي كنتي واحد يعني كنتي واحد النقطه اساسيه في هذا الشيء، وجاني هذا الشيء زعما الى بيزي هذا البروغرام زعما جاني لي بيزي، فهمتي؟ المهم ماذا بيا تقنعيني بشي حاجه ما فهمتش، المهم انا ما فهمتش. ساليتي السؤال ديالك سيدتي؟ ساليت حبيبه ساليت، شكرا على المداخله ديالك. عندما اكون ضيفه او احل ضيفه على برنامج لك الحق ان تتصلي وتطرحي علي الاسئله في حدود ما يسمح به قانون الصحافه اولا، ثانيا ليس من حقك سيدتي ان تطرحي علي سؤال يخص ملف الا اذا كنت متابعه قضائيا، وانا كنت ضحيه في الملف، وانا من تنازلت عن القضايا، وانا اليوم احاور ضيفاي اللي جاوا عندي من مدينه مراكش، كنت مسيره او لا، هذا امر واقع شاء من شاء وكره من كره. انا من خلال هذا القناه، هذه ثالث حلقه لي سيداتي في برنامجي اللي اسمه حياه الليل، اعطيت الفرصه، هذه هي النقطه الفاصله، انني اعطيت فرصه لهاد الناس يبانوا في هذه القناه ويهضروا ويقولوا. لم تتقبلي الامر ذاك شان يخصك، واعيد واكرر لاخر مره، عندما احل ضيفه في اي برنامج لك الحق سيداتي الفاضله انك تصلي وتطرحي علي اي سؤال، وانا عندي القدرة أنني نجاوبك، وأملك من الشجاعة والقوة أنني نجاوبك، ولن أسمح بأي سؤال يتطرح علي إلا وأنا بين يدي القضاء إن كنت متابعة قضائيا. ونرجع لك سيدي محمد نكمل معاك الحلقة ديالنا. بالفعل وصلنا في المسألة نتاع هاد الضحايا اللي كانوا في الملف اللي هما نصبوا راسهم طرف مدني، كنشوفوهم هما اللي روجوا هاد المغالطات، هما اللي غلطوا الرأي العام. حتى سؤالي انا سؤال شخصي مني لك، انت قلتي غلطوا الضحايا، مع احترامنا اليوم واحترامي لك كذلك احترامكم كاملين، قلتي غلطوا الرأي العام، اعطيني هذه المغالطات اللي غلطوا فيها الرأي العام. هو هذا الشيء اللي ذكرنا بانهم خرجوا خرجات اعلاميه وكنشوفوها في جرائد مواقع الكترونيه اليوتيوب، كيقول لك اودي تم ايقاف شبكه نتاع الدعاره الرقيه، شبكه نتاع التجاره في البشر، وكذا. انتم كتروجوا هذا الشيء وانتم طرف مدني. وجهوا لك اتهامات بهذا، هذه كانت من ضمن الاتهامات اللي روجوا لها. هذا راه القمه نتاع الجبن.
انت طرف مدني وعارفتي باش تم المتابعه ديالنا سواء طرف النيابه العامه سواء طرف قضيه التحقيق سواء طرف القضاء الجاري وكتقول المغالطات كتكذب هما لجؤوا لهاد الطريقه غلطوا بها الراي العام ولكن من بعد ما ربي فضحهم راه شتي الجزاء ديالهم مني فضحهم سيدي ربي راه كل واحد خد الجزاء ديالو راه كاين اللي تفضحت شوه عاقوا به بانه دوك الخرجات ديالو كان كيتخلص عليهم كانوا بالمقابل كاين اللي راه تم الايداع ديالو في السجن كل واحد كيفاش جزاء سيدي ربي راه اللي ظلم شي واحد راه ما غادي تسلمش العاقبه ديالو ومازال غتشوفي كل شيء بعينك سمير واخا سيدي محمد انا بغيت نطرح عليك سؤال وهو كيتكسب قدامي كتقول بانه او بصريح العباره انه لكل يوم ظالم يعني اللي سقى اللي ظلم شي حد كيتسقى من نفس الكاس وكيتظلم هذا فيه اشاره ودليل واضح على انك تقول مثلا انا بريء من هاد التهمه اللي دوزت على سنتين سجن صح هذا توضيح انا كنستفسر منك انا ديما كنشرح لك اي حاجه طرحتها علي هاد الضحايا اللي في الملف كل واحد المجال اش كينتمي اعطيني واحد فيهم كينتمي للمجال اللي كنت فيه انا حيت كنقول شكون اخوك في الحرفه عدوك وعدوك اذن اعطيني انا شي عدو في هادو بان في الحساب معدو معايا في الدومين بان في الحساب وريه ليا ياك الحساب فيه رجل اعمال فيه فنانه فيه عارضه ازياء فيه فندقي واحد السيده كتشتغل معاه وجمعيه حقوقيه وريني شي واحد معايا انا في نفس الدومين ابار نور الدين الغرابي نور الدين الغرابي اللي مشاو جابو هو الملقب بنيبه نيبه مشاو جابوه ولقنوه ودفعوه وما عرفوش بانه سقطوه في المحضور كيفاش لانه هو واحد الفيديو كيخرج كيقول بانني ظاهر ملي كنت كنشتغل معاه كيعطيني هي اللي بغى وفي المحضر الاستماع ديالو جمع عطوه كيقول ما كيعطيني والو كيجي لداري كيصورني وكيربح الفلوس وما كيعطيني والو وفي الفيديو قبل منه كيقول ظاهر عطاني هي اللي بغى شنو علاقه هذا الموضوع بملف حمزه مونبيبي اين هو شنو علاقه هذا الملف بموضوع حمزه مونبيبي دابا مني بدا البحث مباشره من بعد الشكايه بدا البحث تم الاستماع لنور الدين الغرابي استماع ليه على اساس انه بان في الحساب قالوا لي اجي انت بنتي في الحساب قال لهم ايه بنت في الحساب راه ظاهر لي صورني قلت لهم ايه صورته بالموافقه ديالو ماشي تحت شي اكراه ولا تهديد قلت له يقول ديديكاس ديديكاس تحيه هو في المحضر الاستماع ديالو كيقول وجه التحيه ماشي كيقولها سبيت ولا قدفت ولا شي حاجه كيقول التحيه بغيتي المحضر نجبدو لك هو مصور عندي في التليفون بغيتي تقراي على المتابعين ديالك نجبدو لك تقراي لا كلام خصك يقول وجه التحيه واش تحيه تعاقب عليها شي شخص وبالموافقه ديالو خويا محمد حنا كندورو ما عرفت جاني احساس اللي وهله اننا كندورو في حلقه مفرغه كندورو ندورو ندورو نرجعو لنفس الجمله هو انه كما قال سبق وقال عدنان انا تحكمت سنتين سجن فقط انني كنت كنتواصل مع الحساب كنت كنصيفط فيديوهاتي الشخصيه باش يدير لي ديديكاس نفس النقطه انتشرتي ليها انا اخاطبك بلسان الناس نفس النقطه شرتي ليها قلتي انه هل يا ترى ان هذا السيد هذا غادي يتحاسب انه عملت له ديديكاس بالموافقه ديالو كلمني شويه بالمنطق الله يرضي عليك وحبدا نكونوا صريحين شويه مع بعضياتنا انا ما كنوجه لك حتى اتهام انا فقط كنطرح عليك سؤال غامض كنت استفسر عليه يعني كنطرحوا عليكم بجوج سنتين سجن نافذه ابتدائيا وفي الاستئناف بعد السنتين غتجلسوا قدامي وغادي تقول لي هذا الجرم اللي ارتكبت راه كذا وكذا انسان ما غادي يفكر منطقيا غتقول هذا الجرم انا تواصلت مع حساب قضيت سنتين في حين انه القضاء أذنكم لأنكم مشاركين في الحساب وهذا قلتيه بلسانك في بداية الحلقة قلتي بأنني عندي المشاركة في الحساب هذه المشاركة اللي هي لحد الآن أنا كنتسناك تقول لي ما نوع تلك المشاركة اللي شاركتي بها في الحساب واش أنا شاركت شي منظمة إرهابية
احنا ما عندنا علاقه لا بالمنظمات الاهليه. انت انا تنجاوبك. لا انا تنقول لك شنو نمشي معاك. شوف انت بغيتي تقول لي انه القضاء ظلم. لا 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 القضاء انا نازي. لا 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 انا ما قلتش لا القضاء نازي حتى واحد ما ظلم. انا كنقول بناء على ما جاء على رجعي للتعليل تاع الحكم. قلتي انا تنقول لك عطيني شنو هي نوع المشاركه اللي شاركتي. انا كنطرح لك سؤال بسيط جدا ما نعقدوش لا انا ولا انت. شنو نوع المشاركه اللي شاركتي بناء عليها تحكمتي سنتين؟ هادشي كنقول لك رجعي للتعليل تاع الحكم. التعليل تاع الحكم تيقول بانه المحكمه تولد لديها اليقين ان هاد الاشخاص اللي هما متهمين وشاركوا صاحب الحساب ايا كانت هويته حيت ما توصلوا ليهش باقدامهم على الاتفاق فيما بينهم على تقديم لصاحب الحساب القن السري كما فعلت اكس. واش انا في هاد الملف جا شي ضحيه قال لهم راه داير مخر ليا الاي كلود وعطاه المول الحساب راه في المواجهه في الجلسه كيجيو الضحايا انت مالك مع داير هذيك سلطانه قالت لهم ما بيني وبينه حتى شي حاجه ما قلتش عليها شي حاجه خايبه. انا 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 شوف انا السيده كنشكرها لانها جات صفات على رقبتها. هذاك السيد مول لوتيل حتى هو كذلك ومثال السيده اللي معاه كذلك ومثال. هذاك الشخص اللي دابا في السجن جاء قال ليه القاضي مالك مع هاد السيد قال لي انا شفت ظاهر دار لقاء مع عدنان وتسحبني. واش عدنان هو مول الحساب؟ محضر الجلسه هو بغيتي نعطيه لك. جابوا نور الدين الغرابي قال ليه ظاهر دار لي صورني ودرت تحيه لصاحب الحساب وظاهر تيجي تيصورني في داري بلا خباري وتيربح الفلوس وما كيعطيني حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين. نبقى معاك في هذه النقطه ونمشي ناخذ اتصال من عند السيده ملكه من هولندا. مساء النور سيدتي. مساء النور سيدتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بغيت كيسمعني السي ظاهر؟ كيسمعوك انا. لا تفضلي. انا اللي بغيت نقول السي ظاهر حنا كنا متابعينك بزاف في الايام ديال النيبه وكنا كنضحكوا معاك بزاف كنضحكوا بالسهرات اللي كدير انت وسي نيبه وكنا كندوزوا واحد الايامات زوينه معاه. وشنو نقول له؟ هو غلط لان دخل في ذاك الحساب وانا كنظن بان القضاء ما كيظلم حتى واحد. للقضاء دار لي هذا الشيء لانه هو يا دار شي حاجه باش القضاء عطاه هذيك عامين. وكنتمنى له تكون له مغفره الذنوب وكنتمنى له ان شاء الله يقبض طريق زوينه. والعدنان حتى هو اللي حداه كنتمنى له يقبض طريق زوينه ويبعد من 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 اصحاب السوء. وما كنظنش انا كما قلت لك القضاء غادي يكون ظلمو لا هو ولا عدنان ولا اللي باقين مطلوقين ولا الاخرين. وكنطلب منه ما يبقاش يقول بلا داك السيد اللي في الحبس. هذاك السيد اللي في الحبس ما ظلمكش. هذاك السيد اللي في الحبس جاته شكايه على بوم بيبي. شكون هاد السيده؟ لا لا معليش راه السي محمد ولا عدنان ولا فلان ولا فلان. قالوا له هذاك مون بيبي واحد الحساب. لالا مليكة لالا مليكة لالا مليكة وحنا هذاك الحساب لالا مليكة منه. وهذاك السيد مسكين دار خطوته ومشى مع الناس بحال يمشي مع انا ولا يمشي هو نيت يكون اسمه محمد وقع له شي مصيبه ومشى لهذيك الحقوق الانسان ومشى تسكى. هذاك الانسان غيتصرف معاه نفس اللي تصرف مع هذاك الناس. اذا ما يبقاش يظلم الناس لان الظلم ظلمات يوم القيامه. لالا مليكة انا كنتمنى يدير بحال اللي دارت السكينه لان السكينه خرجت وقالت كنعتذر وقالت كلمه زوينه. لا اله الا انت سبحانك انت ربي اني كنت من الظالمين. هذه هي اللي خصو هو يبقى يقولها. ولادو راه باقين صغار والله يخليهم له والله يطول عمره. وانا كنتمنى يشوف هذاك الاب ديالو لان ذاك الاب ديالو هو اللي مسكن السفره لان عامين ما كدوش بشويه هو راه كنوصل شي جلكيه كله كيشرب وكينعس. ما ذاك الاب راه كان كيتحرق امتى غادي يخرج ولدي. هذاك الشيء اللي خصهم يشوفوا في الوالدين ديالهم. والوالدين ما بقاو لهم بزاف. ما نضلش واحد الواليد كبير مسكين في العمر ديالو خليه يعيش معاك السعاده وبعد من هذا الشيء. وهذا الشيء اللي نقول له
ونتمنى ان شاء الله يدور راسه مزيان ويقول هذاك السيد اللي مقبوط اللي في الحبس هذاك السيد راه ما دار ليه والو. هذاك السيد جاو الناس قالوا له الله يرحم والديك عاوننا عاون دوك الناس، ها هو مشى هو للسجن والشي الاخر كله مطلوق سارح مع راساتو، اللي باكونس اللي كيدير الصور اللي كيتفرج اللي هادي وهو اللي مسكين بقى تما لداخل. والله يطلق سراحو حتى هو والله يطول عمر في ميمته. وكنتمنى السيس محمد يشوف بحال اللي كيشوف هذاك باه يشوف هذيك الام اللي مسكينه حتى هي تتبكي ليل ونهار. وهذا الشيء اللي كنتمنى اختي. شكرا وبارك الله فيك وليله مباركه لسعوده. بارك الله فيك. أنا معي شرحي لي سميرة شنو سيدة مليكة. سيدة مليكة قطعت. سيدة مليكة كتقول أنه ما كنتيش كتسمع مزيان لأن الصوت ما كانش. تمنى من الإخوان في الإخراج أنهم يرفعوا الصوت وصلوا الصوت الأخ ظاهر مزيان. سيدة مليكة كتقول بأنه كتكلم على السيد اللي في السجن. سيدتي الفاضلة، السيد اللي في السجن إن كان قصدك السيد محمد المديني فله منا كل تقدير واحترام وكرامته محفوظة والله يطلق سراحه والله يخلي ليه ميمته. السيد محمد المديني ليس ضيفي. قالت ما سمعتهاش مزيان. أنا غادي نشرح. قالت بأنه كتمنى أنه هذه الفترة اللي أنت قضيتي في السجن أنك يعني تخرج يعني بمعنى تعود الاب ديالك على هاد السنتين اللي دازوا وما تتكلمش على السيد اللي في السجن وما تظلموش. هي قالت بان هذاك السيد ما ظلمكش، هو فقط الناس مشاو عنده عملوا عنده شكايات وهو وقف معاهم وهو دابا راه في السجن وهما قالت لك شي تيسافر شي تيدير. هذوك الناس الا تيسافروا راه كلها حر في حياته. الا هو في السجن كان مظلوم راه ليه الله سبحانه وتعالى، كان ظالم راه كيخلص. القضاء ما كيظلم حد. سيدتي الفاضله لم يسئ السيد باي شيء، هذه شهاده حق وما ذكرنا حتى شي حد وما غنسمح حتى شي حد انه يسيء لا الضيوف ديالي ولا السيد المديمي. له منا كل تقدير واحترام والله يطلق سراحه والله يجعلها ليه مغفره للذنوب والله يخلي ليه ميمته. اولا غادي نجاوب هذه السيده، انا ما جبت شي شخص بالاسم ديالو ياك، ما جبت حتى شي واحد بالاسم ديالو. ثانيا هاد السيده هادي اللي كتقول هاد الكلام هادي هو في السجن نحترموه، وحنا في السجن شكون يحترمنا؟ هو اي الله يكون في عوان عنده والديه، اي الله يكون في عوانهم عاتي يعيشوا المعاناه اللي عاشوهم والدينا. ايوا حنا لالا حنا خلينا نقلان والمشاش ديك الساعه فاش كان كيقصفنا هو، ما كنتي يا ما انت ديك الساعه وديري ليه شي كومونتير تقول له ديرا عيب وعار هادشي اللي درتي لظاهر، راه حشومه هادشي اللي درتي ليه. قالس كتنعتو بهادشي هذا، راه عنده وليداته زعما وعنده مرتو وعنده والديه. هي الحرام علينا حلال علينا وحرام عليكم. راه الانسان خصو يكون محايد، واللي بغى يتدخل يتدخل بخيط بيض. انا ما جبت حتى شي واحد بشي سميه اللي فيه شي حال الله يفرج عليه. وهذا الشيء هذا اللي قلتي لي انا راه كنجدر بك انك توجهي ليه هو الاول في 2019 و2020 اللي قلتو كيعطيونا شدونا ورماونا من 5 ايطاج الارض الا ما عشناش نكونوا معوقين، ولكن الحمد لله حنا صحاح في صح ربي حفظنا. خويا محمد كتشوف بانك من هذا الجانب هذا انك كما تنقولوا انسان يعني طايح ويكفي ما فيه والناس زايداه مازال الناس كتطعن فيه وكتقتل فيه وراه في مصيبه وما بقاش مكفي غير مع المصيبه اللي فيها حتى الناس زايداه مازال كتذبح فيه يعني وبمصحفي. شوف انت غادي بطوموبيلتك صايقه حركتي الضو الاحمر وقفك البوليسي دار لك المخالفه خلصتيها، كيفاش تكون النفسيه ديالك؟ غلطت دفعت الثمن. كنتي غاديه بطوموبيلك ما حركتيش الضو الاحمر وقفك رجل الامن قال لك لا حركتي الضو الاحمر وخلصتي المخالفه، كيفاش كتحسي؟ اكيد انني تعرضت لظلم. ايوا راه نفس الشيء بالنسبه لي للاشاره وللتوضيح
باش ما نخلطوش الامور مع بعض. انا عطيتك هي مثال هاد المثال، ما نقولوش ثاني. لا ما غنقولوش، لا 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 لا، ما حنا كنجتهدوا في الخاويات. لا 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 لا، انا عطيتك هي مثال هاد المثال. انا نعطيك مثال اخر. مرحبا، قول. مشيتي شريتي شي برودوي ياك، شريتي شي برودوي مثلا اوريجينال، خلصتيه بثمن، شريتي الاوريجينال، مشيتي شريتي ليميتاسيون وباعوه لك بثمن الاوريجينال، اكيد الشمسه ما كيبغيها حد، كتبقى فيك الحرقه. ما نح... شوف انا ما غنبخسش عليك حقك، هذا حقك، حق مشروع، حق مشروع لك، انما هذا حق كنكفلو لضيفي انه لم يسيء لحد ولم ياتي على ذكر احد، كذلك لن اسمح ولن اسمح لاي شخص انه يسيء لشخص السيد المديني. انا والله ما تنسيء لشي شخص، ما حتى شي حاجه، ما غير واحد النقطه، واحد النقطه على سمير. لا لا لا، ارد عليك واحد النقطه. هاد السيده اي باش نزيدو نوضحوا ليها، انا حتى القضاء اللي داني راه ما شككت فيهش، ما شككت فيهش، ايوا راه القضاء اللي داني راه هو اللي دان هذاك السيد، اي شتكم تتحللوا وكتحرموا، راه الانسان هو اللي يكون محايد، يكون نوتر، ما تصطف في الجانب تاع حتى شي واحد. هنا ولينا كنشوفوا الانسان ولا كيدير دور الدفاع، ولا كيدير الدور نتاع القضاء، كيوزع الاحكام، كي بزاف تاع الحوايج، وراه هذا هو اللي كيخليك تسقط في المحظور. رضيتي بالحكم القضاء؟ الحمد لله. انا شوف نقولها لك واحد، ما عقبتيش عليه وقلتي الحمد لله الحكم شي هاد السنتين، وقلتي احترسوا في المخاله كينقبوا الدجال. هاد السنتين اختي سميره اقسم بالله الجليل الا استفدت منها الشيء الكثير، وكانت تجربه جد ناجحه، وشتي هاد التجربه لو انني مشيت تقيت في شي معهد وكنخلص عليه، كنخلص الواجبات، ما غنستافدش من هاد التجربه ديال دابا، لانني تعلمت الشيء الكثير، وعرفت بحق والديا، وعرفت بحق الابناء ديالي، وعرفت بحق الزوجه ديالي، لانهم كانوا هما السند الرئيسي ديالي، والاخ ديالي والاخت. الله يخليهم لك. الحمد لله. على كل حال نرجع معك عدنان، ونفس السؤال اللي طرحته على الاخ محمد الظهير نطرحه لك لربما بصيغه اخرى. عدنان، نوع المشاركه اللي كنتي شاركتي بها في هذا الحساب المشؤوم، انا كنسميه حساب مشؤوم، صح ولا لا؟ لا بصح ياك. يعني كتعترف بانه حساب مشؤوم، حساب مشؤوم سواء على الضحايا او المتهمين، على كل شيء، على كل شيء. ولكن المشاركه، قلتي لي المشاركه، انا قلت لك بلي حنا تحكمنا بالمشاركه، زعما فاش نوع هذه المشاركه اللي تحكمتي بها؟ انا ملي غطرح عليه سؤال غنبسطها عليك اكثر، ملي غطرح عليه سؤال تقولي نوع المشاركه ايا كان، الله يستر ما نبغيوها لحد، نوع مشاركه شاركتي في واحد الحساب، نقول لك مثلا، مثلا انا مثلا صيفط صور الظاهر بناء على هذا الفعل، هذا فهو يعد فعلا امام انظار القانون، فهو يعد فعل جرمي، فانا تعاقبت. بصح هذا هو سؤالي. يعني انا المشاركه يقدر حتى شاركت مع داك الشيء ديالي، انا باش نشارك معاه شي حاجه ديال شي واحد ما تنعرفوش من فين نجيبها انايا باش نشاركها معاه. عدنان دابا انت، دابا انت تحكمتي عامين حيت شاركتي مع الحساب شي حوايج ديالك، هادشي ما يمكنش. وانا تقدري تشوفي المحاضر، تشوفي شنو اللي كاين، ما تلقايش شي حاجه زعما في الخبره ديال التليفون ديالي، شي حاجه اللي مصيفطها انا لذاك الحساب. لا سميره اخويا اقراي، ها هي هذا التعليل الحكم، راه مستر يمكن لك انت تقرا. اللي مستر هنا بدا من الفقره الاولى، وحيث ان لا قراي هذاك، راه هذاك التعليل تاع الحكم يقول حيث يعتبر مشاركة في الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، غير أنه إلى أحد الأفعال منصوص عليها على سبيل الحصر بالفصل 129 من القانون الجنائي، وحيث تعاقب مقتضيات الفصل 307 المضاف إلى القانون الجنائي كل من دخل إلى مجموع أو بعض من نظام للمعالجة الآلية للمعطلات عن طريق الاحتيال، وحيث تعاقب مقتضيات الفصل
2447 نفس القانون الفاعل الذي يقوم به بأي وسيلة كانت بما فيها الأنظمة المعلوماتية بث أو توزيع تركيبة من مكونة من أقوال الشخص أو صورته دون موافقته. هذا هو مربط الفرس دون موافقته، يعني أنا أعطيت صور أشخاص دون الرجوع إليهم وأخذ موافقة يعني أنا أعطيت شي صورة نتاع شي شخص، هذا تعليل الحكم. لا أنا أعطيت شي صورة نتاع شي شخص. بكون المتهمين سي ظاهر الله يرضى عليك، بكون المتهمين بإقدامهم على الاتفاق مع الفاعل الأصلي، يعني كاين اتفاق مسبق، بكون المتهمين على إقدامهم على الاتفاق مع الفاعل الأصلي يعني مع صاحب الحساب، كاين هناك اتفاق مسبق مع صاحب الحساب مع الفاعل الأصلي مسير الحساب أيا كانت هويته على منحهم إياه قن الحسابات الشخصية للمشتكين على مواقع التواصل الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للمتهمة وتمكينه من العديد من المعلومات الشخصية والصور فيديو تسجيلات صوتية المشتكين كما هو الشأن بالنسبة لباقي بث ونشر كاين واخا كاين مساعدة يعني قريتي راه كيسمعوك دابا المتابعين اي رحنا على الهواء مباشرة عطيني انا نعطيك المحاضرة الاستماع نتاع الضحايا وريني شي واحد فهذوك الضحايا اللي كاينين هما خمسة في الملف كيقول ظاهر دالية ما قالوش ظاهر تصويرتي ما قالوش ظاهر قالوا الحساب ايوا ديك الساعة الفرقة الوطنية منين بحثات اثبتت من المتورطين في الحساب دابا شوف العذر العذر اقبح من الزلة لا ماشي العذر اقبح من انما هذا واقع لربما ما بغيتيش تعترف به انا الواقع انا هذا كنقول لك هذا هذا امر هذا هذه حقيقة دابا الواقع هما الضحايا الواقع هما الضحايا الضحايا ما توصلوش لهويه صاحب الحساب التجؤوا للقضاء التجؤوا عملوا شكايات الفرقه الوطنيه لها جزيل الشكر قامت بالبحث بالفعل. توصلت للفاعلين والمشتركين في الحساب هذا هو تعليل مشارك مجرد الحديث معاه انا ما غندخلش معاك في التفاصيل انا لست جهه قضائيه احنا غير كنناقشوا احنا غير كنناقشوا الحكم جا فيه بانه هاد الناس هادو تشاركوا هاد الحساب صربوا صور بدون موافقة هذا أمر بسيط صورة من؟ أنا ما غاديش ندخل معك تفاصيل صورة من؟ صورة لتاع شي واحد واش الحساب شكون اللي كان تينزل؟ كون عطيت شي صورة شي واحد واش غادي يجيو هذوك الضحايا في المواجهة ديالي معاهم في الجلسة ويقولوا ظاهر ما دارناش الله يرضى عليك في الجلسة قالوا حنا ما كنعرفوش ظاهر بناء على ما بيننا وبينوش ما بيننا وبينوش ما تنعرفوش ما دارناش إنما أبحاث الفرقة الوطنية أثبتت عكس ذلك أثبتت أنكم مشاركين في الحساب معادلة جد بسيطة ما محتاجاش تعقيد هو حتى هو نعطيه لك الا بغيتي تقراي قراي راني قريت وشفت ها هو راني قريت وشفت هذاك محضر الجلسة راه حتى هو باين انا قريت وشفت وراني كنت كنحضر اطوار الجلسة وكنحضر كلشي هادو الضحايا راك شفتيهم اش كيقولوا الضحايا داروا شكايات بالحساب الفرقة الوطنية حققت واثبتت المتورطين واش الفرقه الوطنيه لقات انا عطيت شي انا كنقرا لك تعليل الحكم انا كنقول لك تعليل الحكم انك مشارك في الحساب تعليل تم بث صور بدون الحكم موافقه تعليل الحكم لا هي واش ما بغيتيش شي شخص اختار في هذاك الفعل تالي انا يا سامح وما غنسمحش الحق للناس اللي ظلموني سواء احنا على الهواء مباشره